مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل عشاق النادي الاهلي وكل اللي بيتفرج على قناه النادي الاهلي في كل مكان. حلقه جديده ويوم جديد من ايامنا في البيت الكبير. النهارده ان شاء الله حلقه مختلفه، عندنا فقرات كتير، لكن خلينا قبل ما نقول فقراتنا في البيت الكبير في الوقت ده، طبعا احنا عارفين وكل الناس بتتابع على كل مستوى مصر، على مستوى الجماهير وعلى مستوى منتخب مصر وعلى حتى على مستوى الاداره الفنيه للنادي الاهلي، بتتابع طبعا مباراه الرجاء والزمالك. انتهت الشوط الاول، انتهى بالتعادل السلبي 0-0. كلنا بنتمنى طبعا، يعني اكيد بعيدا عن الانتماءات، اكيد كلنا بنتمنى ان يكون النهائي ان شاء الله مصري خالص، ربنا يوفق نادي الزمالك وان شاء الله تكون مباراة رائعة ويفوز بها النادي الأهلي أيا كان يوم إن شاء الله 27 نوفمبر المباراة النهائية، لكن أكيد نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك. فقرتنا النهاردة في البيت الكبير عندنا في الفقرة الأولى إن شاء الله الكابتن مشير حنفي، ده طبعا النجم السابق للنادي الأهلي. الفقرة الثانية هيكون معانا اتنين مختلفين عن الكورة شوية، اتنين من لاعبات كرة اليد بالنادي الأهلي المتميزين جدا، سارة الخولي وأمنية خالد. الفقرة الثالثة بإذن الله معانا طبعا الكابتن الكبير اللي مشرفنا دايما في البيت الكبير، الكابتن شريف عبد المنعم. طبعا يعني إن شاء الله تكون حلقة مميزة، وبمسي على سهام. مساء الخير عليكم. ازيك يا كابتن؟ مساء الخير. مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي، الأهلوية، جمهور النادي الأهلي، برحب بيكم. عايزة أبدأ معاكم من فريقنا الكروي الأول اللي حاليا في فترة راحة سلبية، وأكيد بيتابع المباراة يعني السيمي فاينال بين الرجاء والزمالك أو الزمالك والرجاء، وإن شاء الله من سيتحدد الفائز النهاردة هو اللي هيقابل إن شاء الله الأهلي يوم 27 نوفمبر إن شاء الله. يوم السبت اللي جاي فرقتنا إن شاء الله هتعود لاستكمال التدريبات بعد الراحة السلبية اللي الموسيماني منحها ليهم. طبعا النهاردة يعني مباراة التتويج بدرع أو بالبطولة الأفريقية شيء مهم جدا كلنا بننتظره. حتى النهاردة اللي بيتابع الزمالك ورجاء بيتابع يعني شايف المباراة النهائية هتتلعب إزاي، وأنا كنت بتفرج عليها دلوقتي قبل ما ندخل، كلنا يعني بنقول يا رب يوم 27 الأهلي إن شاء الله يفرحنا ويفرح الملايين اللي قاعدة منتظراه بإذن الله، يعني على أحر من الجمر زي ما بيقولوا. يوم 27 نوفمبر إن شاء الله هنقابل أي من الفائز اليوم على استاد برج العرب في اسكندرية، البطولة الغالية زي ما قلت، البطولة الهامة بالنسبة لكلنا، كل الأهلوية في كل مكان، كلنا متفائلين بالفريق وبمستوى فرقتنا، كمان كلنا ورا فريقنا والجهاز الفني، وكلنا هنكون السيف والدرع زي ما قلنا امبارح لفريقنا الفترة اللي جاية علشان نوفر أكبر قدر من التركيز للعيبة والموسيماني والجهاز الفني كله، بحيث ان هم يشتغلوا في أجواء هادية ويكون كل تفكيرهم بس في مباراة النهائي. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده هنا في البيت الكبير برضو انه الفترة اللي جاية ديت هتكون يعني او هيكون في محاولات كتيرة جدا علشان تخرج الفريق من تركيزه، وده اللي لازم كلنا او اعتقد ان احنا في حالة انتباه كويس قوي للي بيحصل ده. كمان الجهاز الفني بيتابع باهتمام بالغ جدا اكيد مباراة الزمالك والرجاء المغربي اللي بتتلعب دلوقتي في استاد القاهرة علشان يتم تحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية بعد طبعا ما تأهل الأهلي على حساب الوداد المغربي. أكيد هتكون متابعة مننا لحظة بلحظة، ومتابعة مهمة أكيد كمان علشان نتعرف على كل مواطن القوة والضعف سواء في فريق الزمالك أو الرجاء، أيا كان مين اللي هيقابلنا في النهائي. بنتمنى التوفيق لفريقنا، بنتمنى نحسم اللقب الأفريقي. الجهاز الفني كمان النهاردة يمكن بيتابع مع لعيبة الأهلي الدوليين اللي هيتواجدوا مع المنتخب الوطني الأول، واللي بيستعدوا لمواجهة توجو. مواجهة توجو مواجهة مهمة جدا أكيد الكل بيشتغل عليها على قدم وساق علشان برضو نسعد الجمهور الأهلي في كل مكان في كل أنحاء العالم. صحيح صحيح. يعني كل طبعا اللي يهمنا أكيد إن كلنا بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا القومي الفترة اللي جاية، مرحلة صعبة جدا، وبتمنى أكيد التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة اللي جاية، وكلنا عندنا ثقة زي ما قالت سام في جهازنا وفي لعيبتنا وفي مجلس الإدارة وفي اللعيبة اللي أثبتوا الفترة اللي فاتت فعلا إن هم على قد المسؤولية. بالفعل كمان موسيماني بدأ اجتماعاته مع أعضاء الجهاز المعاون
زي ما قلت لحضراتكم يمكن امبارح في البيت الكبير هو خلاص المدير الفني ماشي في محور اساسي طبعا الاستعداد للبطوله الافريقيه او النهائي الافريقي، لكن كمان استعداده للموسم اللي جاي. النهارده كان في اجتماع مهم جدا مع طبعا موسيماني مع الكابتن محمود الخطيب، الجلسه شهدت الحديث بقى في ملفات كتير، ملف تصور الفريق ازاي موسيماني بيفكر في الفريق الفتره اللي جايه، كمان الصفقات الجديده في بعض وسائل الاعلام بتقول صفقات من جنوب افريقيا او كل ده بيتناقش داخل الغرف المغلقه، وزي ما قلنا الصفقات ديت ليها سيستم وليها اسلوب معين جدا احترافي والنادي الاهلي ماشي بيه، ما نستعجلش نقول مين اللي جاي ومين يعني موسيماني بيحط اولوياته، ومن خلال حديثه مع الكابتن محمود الخطيب بيتكلم في الموسم القادم كمان على ملف الاعاره والمعارين. طبعا احنا عارفين ان خلاص تقريبا في 4 رجعوا من الاعاره، الشكل النهائي للقائمه الموسم اللي جاي هيكون عامله ازاي. فعايز اتكلم على كمان نقطه مهمه جدا لفتت انتباهي الايام اللي فاتت، ان يعني كمان خلي بالكم دايما بنتكلم الانديه اللي صاعده من الممتاز به، يعني كلنا بنقول هي طالعه بس منظر شرفي او هتقعد سنه، هيحاربوا بشكل كبير جدا مين اللي هيقعد في الدوري، لكن من الواضح ان الفرق اللي صعدت طبعا عندنا البنك الاهلي وعندنا غزل المحله وعندنا سيراميكا كمان بيكثفوا مجهوداتهم طبعا للحصول على لعيبه مميزه عشان يكون ليهم قوه في الدوري المصري. الدوري المصري بقى دوري على المستوى الداخلي دوري قوي، وبالتالي لازم يكون ليهم مكان في الدوري المصري. صفقات بتتم على سرعه كبيره جدا، التعاقد يعني مع بعض اللاعبين المميزين، البنك الاهلي على سبيل المثال بيتعاقد مع كوفي لاعب قوي سردباك، كمان تعاقد مع محمد نجيب طبعا لاعب النادي الاهلي السابق سردباك، وجده ده لاعب دولي سابق ده طبعا على مستوى البنك الاهلي. كمان بنتكلم على موسى ديارو ده لاعب الانتاج الحربي سيراميكا داخل بقوه وبيعرض مبالغ كبيره على بعض اللاعبين، عرض على اللاعب مثلا محمد ابراهيم لاعب مصر المقصه، وكمال صلاح ريكو ده من ضمن الصفقات اللي ممكن سيراميكا يقوم بيها. غزل المحله كمان زي ما الكابتن خالد عيد كان عندنا هنا وكان بيطمن جماهير غزل المحله انه سيبقى في الدوري ويكون ليه شكل قوي، الشكل القوي ده من خلال التعاقد مع صفقات قويه بتقدر تخلي كمان الفريق يتواجد في منطقه دافيه سهام، لان زي ما بقول لك دايما اللي بيتاخد على اللي طالع من الدوري الممتاز به انه طالع يعني لو قعد في الدوري الممتاز يبقى انجاز بالنسبه له، لكن الصفقات بشكل يعني كلامك عن الصفقات دلوقتي والشكل الجديد اللي حتى الثلاث فرق الصاعده يعني عايزين يعني يستمروا في البقاء مش بس الظهور المشرف زي ما انت قلت، اعتقد ان الصفقات ديت هتفرق بالعكس مش وممكن المشرف هم عايزين اصل هو دايما يتاخد ان هيطلع الاستمرار لاكتر فتره ممكنه طبعا، فهو طبعًا. عايز كمان يدخل نفسه لا يبقى في المنطقه الدافيه زي التدعيمات دي اكيد ان شاء الله يعني يكون موفق من خلالها انه يعني يستمر انه يستمر طبعا نتمنى كده، وخاصه يعني كل الانديه اللي طالعه لكن غزل المحله كمان بصفه خاصه النادي الشعبي طبعا نتمنى ان شاء الله يعني يكون يقدم موسم قوي من خلال الكابتن خالد عيد. طيب احنا طبعا على الفور بعد خروجه من معسكر الفراعنه كان اتعرض فيه للاصابه في العضله الخلفيه، بدا الجهاز الفني للنادي الاهلي انه يجهز حسين الشحات طبعا لاعبنا الكبير بيستعد النهارده لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر. زي ما قلنا لحضراتكم الجهاز الطبي بدا بالفعل انه يجهز حسين بشكل مثالي، هيكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراه النهائيه المهمه، وان شاء الله طبعا يعني حسين يكمل بقى فترته على خير فتره التاهيل، وواحد طبعا من اللعيبه الكبار وظهروا بشكل اكثر من رائع والحقيقه خلال مسيرته يعني مع الفريق في الدوري كمان انت عندك كان مباراه الاهلي والوداد احرز جون عالمي الناس كلها بتتكلم فيه لحد دلوقتي، جون تاريخي في المباراه طبعا اللي كانت هنا على استادنا استاد القاهره. فحسين مشاركته مشاركه مهمه جدا صحيح ويمكن يعني خروجه من المنتخب بسبب الاصابه، ولكن طبعا ان شاء الله اصابه خفيفه وان شاء الله يتاهل في الايام الجايه ويكون عنصر مهم جدا جدا للنادي الاهلي في المباراة.
المباراه النهائيه. منتخبنا طبعا منتخب مصر الاول زي ما احنا عارفين عنده معسكر دلوقتي، معسكر مفتوح طبعا بيستعد لمباراتي توجو للذهاب والاياب اللي يوم 14 ويوم 17 نوفمبر الجاري. طبعا دي الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله طبعا لامم افريقيا. عارفين المباراتين الاولى يمكن كان فيها تعادل مع كينيا وجزر القمر، او مع يعني نقطتين في مشوار المنتخب القومي، نقطتين بتخلي مشوار توجو ذهابا وايابا هيكون صعب شويه، لكن كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري. النهارده محمد طاهر طبعا اشتكى من بعض شد في العضله الاماميه، وخضع اللاعب طبعا لفحص بمعرفه طبعا طبيب الفريق الدكتور محمد ابو العلا. تشخيص من الاصابه جه ان هو عنده شد في العضله الاماميه، وتقريبا غادر المعسكر زي ما احنا عارفين. النهارده هو ثاني ايام المعسكر، والنهارده كمان انضم السداسي النادي الاهلي، احنا عارفين محمد الشناوي، عمرو السوليه، ايمن اشرف، محمد هاني، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشه. وطبعا ده يعني خلينا نقول ان ممكن علامه استفهام، احتمال وارد جدا الاستعانه مثلا بكهرباء، محمود كهرباء احنا عارفين بيلعب في نفس المركز بيلعب فيه طاهر، يمكن اصابه طاهر احتمال وارد جدا ان يكون يعني التفكير في دخول محمود كهرباء لقائمه المنتخب ان شاء الله باذن الله. نروح بقى للاخبار العالميه، ونبدا من الاتحاد الويلزي لكره القدم اللي قرر انه يقيل ريان جيجز. ريان جيجز طبعا اسطوره مانشستر يونايتد أقالوا من القيادة الفنية المنتخب بلده بعد ما كان عنده أزمة مع صديقته. عمل معها إيه صديقته دي؟ تعدى عليها يوم الاثنين اللي فات، والشرطة طبعا تدخلت واستجوبته، بعد كده أفرجت عنه بضمان مالي، يعني في قضية ولسه طبعا التحقيقات مستمرة. صحيح، ويعني واقعة غريبة جدا. يعني طبعا يعني هو طبعا أسطورة، بنقول يعني أسطورة كبيرة، لكن دايما الصورة الدولية بتاخد بيبقى ليها شكل معين، إذا كان مدرب منتخب أو لاعب منتخب الحياة الخاصة متأثر طبعا على الحياة المهنية، على شغلك طبعا اسم كبير راين جيجز من سمعتك من أساطير المان يونايتد والمدير الفني الويزي، لكن طبعا النهارده يتم الاستغناء عنه. هنروح لاسطوره ثانيه طبعا الارجنتيني دياجو ارماندو مارادونا، بيخضع لعمليه جراحيه عاجله وناجحه في نفس الوقت في العاصمه الارجنتينيه بوينس ايرس بعد تعرضه لازمه صحيه، ودي طبعا مش اول ازمه بيمر بيها مارادونا. الطبيب المعالج كمان لمارادونا عقد مؤتمر صحفي وقال ان بالرغم المعاناه الكبيره للاسطوره الارجنتيني من فقر الدم وتداعيات الازمه الصحيه، اللي كالعاده ان مارادونا اصر ان هو يسيب المستشفى. يعني طبيب المعالج نصح مارادونا بالبقاء في المستشفى، لكن من الواضح ان مارادونا كمان عنده بعض التصرفات غير مفهومه حتى على المستوى الطبي رغم اصابته الكبيره. لكن دييجو ارماندو مارادونا بيقول ان انا بخرج من المستشفى، وده كان ليه علامه استفهام شويه على الطبيب المعالج ليه في بيونس ايرس، بيقول انه هو طلب منه انه يستقر في المستشفى، حالته الصحيه لا تسمح، لكن مارادونا تستدعي البقاء. لكن هو اصلا قبل العمليه كان مرحب جدا بفكره التدخل الجراحي، هو طبعا بالمناسبه بيستأصل يعني زي جلطه في المخ، وقام بالسلامه. كمان ليونيل ميسي الارجنتيني، ليونيل ميسي النهارده كان بيوجه رساله دعم قويه جدا لمواطنه مارادونا، زي ما حضراتكم شايفين كده. كان بعد ما خضع مارادونا للعمليه الجراحيه زي ما قلنا لكم في بوينس ايرس، كتب ميسي وهو بيدعم طبعا مدربه السابق: انا وعائلتي نحب ان نراك بخير في اسرع وقت ممكن، عناق من القلب. ودي طبعا يعني كانت رساله مؤثره من مارادونا لطبعا مدربه، من ميسي لمدربه طبعا الكبير مارادونا. وانا كمان بتمنى له الشفاء، انا بحبه جدا مارادونا. كان يوم عيد ميلاده يوم الجمعه كمان اللي فاتت، واسطوره كبيره. لكن جدا يعني عليه علامات استفهام في الحياه وفي حياته الخارجيه، لكن يبقى اسطوره كبيره. اسطوره برضه يا كابتن، اكيد مفيش شك. طبعا لجنه نروح للليجا والدوري الاسباني، واضح من ان رونالد كومان عنده مشاكل بالرغم يعني اسبان او برشلونه بيمر بازمه كبيره جدا، لكن كمان الدوري الاسباني فتح تعقيدات في تصريحات الهولندي. كومان طبعا المدير الفني لبرشلونه كان صرح ضد حكم مباراه الكلاسيكو لو انتم فاكرين، والتقارير الصحفيه الاسبانيه قالت ان كومان كمان مهدد بالايقاف
من 4 ل 12 مباراة، يعني مهدد بالإيقاف لعدد كبير جدا من المباريات، علشان كومان خلال المؤتمر الصحفي طبعا بعد مباراة الكلاسيكو قال إن قرارات حكم الفيديو قالوا الفار المباراة الخامسة اللي أدرتها، موجه الكلام لحكم الفار بيقول له حتى لغاية دلوقتي بتظهر بس قدام برشلونة. يعني هو الراجل بينتقد بشكل كبير جدا حكم الفار في مباراة الكلاسيك، واحنا عارفين هناك النظام نظام، لو حتى اسمك ايه، لو طالما خرجت عن النظام وطالما تدخلت او يعني كان في نوع من انواع اهانه لاي عنصر من عناصر اللعبه، ففي قرارات وفي النهارده يمكن قرارات هتبقى واضحه جدا، والعقاب هيبقى من 4 ل 12 مباراة. وده عدد كبير من المباريات طبعا، وبرشلونة في حاله لا تسمح، يعني مش ناقصين بالذات في التوقيت الحالي. بالظبط يعني. خلصت اخبارنا مشاهدينا، فاصل سريع جدا ونستقبل بعده كابتن مشير حنفي نجم الاهلي السابق مع زميلي العزيز كابتن هاني رمزي. اتفضل. بجدد التحية مع حضراتكم. الفقرة الأولى في البيت الكبير النهاردة هيكون ضيفنا واحد من المدافعين الأقوياء فعلا، يعني لاعب كان ليه صولات وجولات مع النادي الأهلي، كان ليه كمان سجل كبير جدا مع بطولات النادي الأهلي، مدافع من طراز فريد، معانا ومعاكم في البيت الكبير الكابتن مشير حنفي. كابتن مشير اهلا بيك في البيت الكبير بيتك. اهلا بيك كابتن هاني، وطبعا انا شرف ان انا اكون مع حضرتك حبيبي، منورنا. وعايزين قبل ما نخش في ملفاتنا واخبارنا، فينك؟ موجود فين دلوقتي وطموحاتك ايه اللي جاي يعني؟ والله انا موجود، الفتره اللي فاتت كنت بعيد شويه، بس اخر حاجه كنت موجود طبعا في قطاع الناشئين وفي الاكاديميات، ومسكت انا وياسر ريان ممتاز بيه، وبعد كده مسكت انا مدير فني بقى قسم ثالث في نادي القيس، نادي القيس في الـ في الـ في المنيا. تمام. ودلوقتي موجود اهو، ربنا يسهل ان شاء الله. انت دلوقتي المدير الفني في لا كنت السنه اللي قبل اللي فاتت، لكن كان ليك باع كمان في اكاديميات النادي الاهلي بدايه، كمان من اول ما النادي الاهلي فكر انه يعمل اكاديميات، انت من كنت الواحد من الاوائل اللي كانوا مشاركين في يعني هيكله الاكاديميات في النادي الاهلي. كنا اول سنه اكاديميه النادي الاهلي كنا موجودين مع الكابتن محمد رمضان والكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني اول ما انشئ الاكاديميه طبعا الكابتن محمد جمعنا كلنا، من سواء ولاد النادي سواء اللعيبه اللي جايه من بره، فعرض علينا الفكره، فطبعا احنا رحبنا بيها، لان احنا كنا الفكره ذات نفسها كانت عجبانا من الاول. أكيد. ان احنا نبني قاعده او نعمل اساسيات لعيب يطلع للنادي الاهلي تدريجيا، وكانت في ميزه ان احنا كنا بنأهل كل سنه اكتر من 4-5 لعيبه لقطاع الناشئين، فكان ليها هدف. فبناء يعني عليه صعدتوا اكتر من لاعب من خلال الاكاديميات، وانت بتتكلم على من كام سنه ده، يعني بقى لك في 4 سنين تقريبا، من 4 سنين. لا دي من اول موسم الاكاديميه. الأكاديمية يعني كان معانا ناصر ماهر، كان موجود معانا في الاكاديميه، يعني ناصر ماهر من خريج الاكاديميه. خريج الاكاديميه النادي الاهلي. بعد كده اتصعدت بقى قطاع الناشئين حوالي 4-5 سنين. يمكن انا قلت لحضرتك او قلت لك يا كابتن ان انا اشتغلت في بدايه مشواري مع الكابتن عمرو انور، والكابتن عمرو يعني ايه من الناس اللي هي انا بشيد ليها جدا في التدريب، وانا اتعلمت منه كتير. ممكن هو انا كمشير حنفي بقول ان ما خدش حظه في الفرص التدريبيه، من اعظم المدربين ومن احسن المدربين فنيا موجودين. ده حقيقي، وكان عمرو كان موجود هنا معانا في البيت الكبير كمان، وهو كمان ماسك يعني فريق الشباب في النادي الاهلي، وانت عارف قد ايه المهمه دي بتبقى مهمه جدا وصعبه جدا، لان هو عليه السبوت كله في انه يأهل لعيبه كمان على مستوى عالي للفريق الاول، وده اللي شفناه. يمكن هنتطرق للحديث في الكلام دوت كابتن، ما هو دي اهم مرحله لقطاع الناشئين. صحيح. انت بتربي من اول 10 سنين او 9 سنين او 8 سنين لغايه ما توصل لسن ال 20 سنه، انت بتأهله للفريق الاول. مزبوط. وانت اللي بتختار وانت المدير الفني. صحيح. فدي مرحله سنيه مهمه جدا، والكابتن عمرو طبعا اشتغل قبل كده في المرحله دي، وكنت انا معاه واهلنا، او هو بقى مش هقول، وكنت انا معاه كجهاز فني وكملوا وبقيت مشوار. كان معانا رامي ربيعه كان موجود، وتريزيجيه كان موجود، وكانوا موجودين في الفرقه وتاهلوا للفريق الاول، فهو طبعا في الحته دي عينيه كويسه جدا. كويس. وطالما اتكلمنا عن النقطه ديت، هربط معاك على طول بالولاد اللي طلعوا يمكن في الفتره اللي فاتت مع موسيماني، في 5-6 اسماء طلعوا، يعني فخري، وبنتكلم على عربي بدري، بنتكلم على بعض وشادي وشكري. كل ايه رايك في الولاد دول، كنت متابعهم، ورايك ايه في عمليه الدفع بولاد النادي في الفريق الاول، عشان
يبقى هم كمان الداعم للفتره الجايه للنادي الاهلي. بص يا كابتن شكري، انا مرنت شكري وكان موجود معانا انا والكابتن عمرو، وانا مسكت مدير فني بعد الكابتن عمرو لما هو اتصعد. شكري احنا كنا متنبئينه من صغره، وهو من عنده 13 سنه او 14 سنه معانا، بس هو كان عنده مشكله زي تريزيجيه، الجسم بتاعه قليل جدا، فاحنا برضو وجهه نظرنا للرؤيه البعيده ان ده ما نقدرش نستغنى عنه، لا احنا نديله ونديله فرصه، لان هيجي فتره هيبقى التكوين العضلي بتاعه والجسماني يعني هيطول. النمو الطبيعي يعني هيجي فجاه، هيبقى في يعني اللي هو هنقول عليه ايه، معقول يعني. احنا متنبئين لشكري من احنا ماسكين ان هو يصعد فريق الاول. شكري من اللعيبه كويسه جدا وباك شمال كويس جدا. انا عندي يعني ليا راي في دي، ان احنا كل ما يبقى في فتره توقفات او في فتره النادي الاهلي واخد فيها بطوله، لازم نبص لقطاع الناشئين وندي فرصه للناشئين، لان الناشئين متعطشه ان هي تاخد فرصه مع الفريق الاول. ده حقيقي، ده حقيقي. ولو اخدوا فرصه مع الفريق الاول النادي الاهلي هينجح نجاح رهيب من قطاع الناشئين. ما هو ده شفناه برضه يمشير في يمكن الاسابيع اللي فاتت، يمكن ده يعني خلينا نتكلم بكل امانه ان ان انت حسمت الدوري بفترات طويله، وانت عندك فتره ممكن جدا تريح فيها اللعيبه الاساسيه، يبقى دي الفتره المهمه اللي ممكن تشوف فيها، وده اللي حصل مع موسيماني. وانت زي ما قلت يمكن عنصر انك تاخد من قطاع الناشئين ده بيدي كمان، بيدي امل للولاد اللي تحت ان النادي الاهلي او الفريق الاول بيبص كمان للقطاع. ويمكن النقطه دي ما كانتش متواجده بشكل كبير وانت حتى كنت موجود، ان بدات اللعيبه تقول كده كده ما بنطلعش او ما بنصعدش، فدي نقطه ايجابيه اتحققت السنه دي. يعني كابتن انت طبعا جدير عن التعريف، انت من ابناء النادي الاهلي وعارف ان اي لعيب في النادي الاهلي في الناشئين طموحه طبعا وامله ان هو ياخد فرصه في الفريق الاول. ايوه، فهي بدات الفتره اللي فاتت دي، فعشان كده حضرتك بتقول ايه الاسماء دي اتطرحت وبقت موجوده. فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو ان قطاع الناشئين وهو مؤهل فعلا ان يطلع لعيبه للفريق الاول. واحنا طبعا ايامينا وانت عارف ان الكابتن صلاح سليم كان بيجي لنا الله يرحمه، كان يقول لك قطاع الناشئين انا مش عايز بطولات، انا عايز تطلع لي لعيب او اتنين للفريق الاول. ده مظبوط، هو يبقى انتوا ناجحين. بدات دلوقتي هو بنتكلم على 4 5 ان شاء الله ربنا يوفقهم. انت لعبت كام سنه فريق اول؟ مش انا لعبت 9 سنين فريق اول. لا بدايه اول مباراه ليك كان عندك كام سنه مع الفريق الاول؟ كان عندي 19 سنه. 19 سنه يعني برضه يعتبر 19 سنه صغير. بس اتمرنت سنه كمان مع يعني كنت اتصعدت وانت مع عندك مع كابتن سايس سنه كمان، ولما جات لي الفرصه شاركت. وكانت دي طبعا اول انطلاقه ليك عندك 18 سنه لما طلعت وشفت مين كان بيلعب في البوزيشن بتاعك اول ما طلعت؟ كان بيلعب كابتن حماده صدقي وكابتن محمود صالح وكابتن علاء عبد الصادق. دخلت حرب. لا ده انا دخلت حرب وعانيت كتير. طبعا طبعا. وبعد كده دخل الكابتن ربيع ياسين وكان الكابتن محمد سعد. لا انا اتصعدت في جيل يعني الحمد لله فضل عن ربنا ان انا ما مشيتش من النادي الاهلي. لا ما انت امكانياتك كمان اهلتك، يعني انت امكانياتك كبيره، ويمكن برضه من المدافعين اللي ما خدش حقهم. انت عارف برضه انت زمان بقى ما كانش فيه السوشيال ميديا دي موجوده، انت اللعيبه المميزه ولعيب راجل بلغه الكوره كده، فدخولك وانت عندك 18 سنه النادي الاهلي، ما فيش اي ذكرى كده تحكي لنا بداياتك اول مباراه لعبتها كان احساسك ايه؟ كان ضد مين اول مباراه لعبتها رسمي مع النادي الاهلي؟ انا اول مباراه لعبتها كان المنيا في المنيا، وانت عارف بقى كابتن المنيا في المنيا وكان الجمهور فكابتن سايس على فكره انا كنت الاول قبل المباراه انا كنت بخاف اخش اوضه اللبس. بتخاف تخش اوضه اللبس؟ من الاسماء اللي كانت موجوده، كابتن ثابت البطل، الكابتن ربيع ياسين، الكابتن طاهر ابو زيد، يعني الاسماء دي. كنت بتغير فين طيب؟ كنت بغير في اوضه الناشئين، والله يرحمه الكابتن ثابت اللي دخل قال لي تعالى ده لما انت بقيت موجود معانا خش زي اي لعيبه. ده صحيح كان بتحصل برضو، احنا كنا يعني احنا كنا متصاعدين، يمكن عمرو انور اتصعد قبلنا باسبوع وبعدين دخلت انا وعبد الجليل، فزي ما انت بتقول كده كنا بنغير في اوضتنا بتاعت اوضه اللبس، وخاصه ان انت عارف الناشئين كانت في الجزيره، كنا نلبس ونستعد لغايه الفرقه ما يعني ما تنزل واحنا ننزل يعني، لغايه برضو ما حصل لا تعالوا. وبعدين تبقى فرحه تانية بقى اول ما يقول لك تعالى كمان غير بقى مع اللعيبه الكبيره. كابتن ما انت الكلام ده كله عصرته انا. يعني انا مش لازم اقول ان انت دخولك بقى دخولك الاوضه. لعبت مع اول مباراه المنيا في المنيا والحمد لله ربنا وفقني، وكنت لعبت جنب الكابتن محمود صالح وعملنا مباراه كويسه وكسبنا، والكابتن سايس كان من الفتره دي كان بيقعد في النادي الاهلي من الساعه 8 لغايه 8 فمتابع الناشئين.
فهو كان بيبص كمان يعني كان بيبص على قطاع الناشئين وبيشوف مين المميز فيه. كان متابعنا، فكان ليا الحظ الحمد لله، ده فضل من عند ربنا. برضه الكابتن سايس بعديه كان الكابتن شوقي عبد الشافي اللي هو كان ماسكني وماسك الفرقه. عارفك طبعا. فدي من ده فضل من عند ربنا ان اثنين من اولاد النادي يمسكوا الفرقه بالفتره دي ويبصوا لقطاع الناشئين. أيه. فده اللي انا باكد على الكلام اللي فات ان قطاع الناشئين لو بص له هيطلع لعيبه كتيره جدا. اكيد أكيد. فالحمد لله ربنا يعني وفقني في المباراه دي، وطبعا بمساعده بقى الكابتن محمود صالح طبعا والناس الكبار اللي كانوا قيمه وقامه، يعني ما خلونيش اخاف، يعني ايه العب والعب براحتك وما تقلقش واحنا هنساندك. في بعض الاوقات كنت بتلعب سيرد باك وباك يمين ولعبت كذا مركز، ولا هو كان سيرد باك انت مؤهلاتك وقوتك في المركز ده بس؟ لا لعبت سيرد باك، بس هو كانت يعني الحته المفضله بالنسبه لي، وكنت بلعب باك رايت حسب الاحتياج، وكنت بلعب ديفندر حسب الاحتياج، حسب احتياج المباراه كنت بلعب، ما كنتش بقصر يعني كنت موجود. فشيء مهم انك تكون جوكر، يعني جوكر بتلعب، يعني المدير الفني يحتاجك سيرد باك، بتلعب ديفندر، بتلعب باك يمين. وكلامك يرجعني او نتكلم كمان على فرقه النادي الاهلي ودفاع النادي الاهلي، وانك كنت مدافع وسيرد باك رغم الاصابات. يعني انت شايف ازاي السيرد باكات بتاعت النادي الاهلي؟ كان عندنا اصابات كتير، وبالرغم عن كده طبعا ادينا بشكل كويس. اتكلم لي برضو على الخط دوت من خلال السنه دي، رايك فيه ايه؟ بص يا كابتن، هو الخط ده اهم خط طبعا، احنا لعبنا انا وانت وكنا موجودين في الخط دون، فانت عارف الخط دون الجمهور ذات نفسه اي خطا منك او اي حاجه بتعملها ما فيش حاجه وراك غير حارس المرمى، غير خط الدفاع انت بتغطي. فالفتره اللي فاتت انا شايف النادي الاهلي الاثنين المساكين بالذات مش محظوظ جدا، لان كل ما يجي يثبت على اثنين يكملوا واحد يتصاب والتاني يكمل، يجي واحد مكانه واحد يتصاب، فما فيش الانسجام بين الاثنين. احنا ما كنا بنلعب، وطبعا انت كنت معانا او قبلينا او انت في المركز ده، فعارف ان المركز ده حساس، لازم الاثنين يكملوا او يبقوا متفاهمين مع بعض. يمكن انا لعبت فتره طويله جدا انا ومحمد يوسف كتير، انا والحديد كتير، فعشان كده كنا منسجمين. انما النادي الاهلي مش محظوظ في المركز ده حاليا، انما طبعا لو ربنا شافى كل الاصابات وقدروا ان هم ينسجموا مع بعض، اي اثنين، مش هقول فلان او فلان، اي اثنين هيبقى في انسجام، فمش هتبقى في مشكله. عندنا سيرد باكات كويسه، حتى مع غياب محمود متولي كان ماشي بشكل كويس، اتعور، دخل ياسر ابراهيم اتعور شويه، فكان التبادل بقى ما بين ياسر، اعتقد الفتره الاخيره ياسر ابراهيم وايمن اشرف بيأدوا بشكل جيد جدا زي كابتن. عندنا رامي ربيعه، لو بعيد عن الاصابه هيبقى احسن مساك على مستوى افريقيا كلها، اللي عنده كل المؤهلات ان هي تخليه فعلا يبقى احسن مساك. صحيح. طيب نروح الملف المنتخب المصري، وانت عارف ان الفتره اللي جايه عندنا ماتشين مع طبعا انجولا، ماتش مع توجو، ماتشين مهمين جدا. شايف قائمه الاختيارات ازاي من الكابتن حسام البدري، واهميه الماتشين بتاع توجو، خاصه يعني انت عارف ان احنا لعبنا ماتشين مع كينيا ومع جزر القمر وتعادلنا، فموقفنا سيء واحنا في المركز الثالث ما بين اربع فرق. بص يا كابتن، احنا انت بتقول دلوقتي الموقف بتاعنا سيء، طيب الموقف سيء يعني انا لا تتحمل اي شيء من التفرط في اي نقطه او ان انا يبقى في تعادل، بس انا بقى بقول ان الاختيارات المفروض تبقى منطقيه وتبقى فنيا صح، يعني انا ما اسيبش لعيب او اخد لعيب ما بيلعبش خالص واسيب لعيب بيجتهد وباين وبيكسب فرقته وليه مجهود، فهنا في احباط كده للعيبه، انت بتاخد لعيبه ما بتلعبش بقى 4-5 اشهر ومش موجوده اصلا في الدوري، واللعيبه الثانيه اللي هي مش عايز بس اذكر اسماء عشان ما حدش يقول كنادي اهلي او متحيز، لا، اولا لعيب الكره بيبقى شرف ليه ان هو يمثل بلده ويلعب في المنتخب. طب انا مطلوب مني عشان العب في المنتخب؟ مطلوب مني ان انا اجتهد، مطلوب مني ان انا ابين او اثبت وجودي، مطلوب مني ان انا ابقى كويس. لو انا عملت الحاجات دي فطبعا هيقع عليا الاختيار ان انا ابقى موجود في المنتخب. صحيح. طب انت بتعمل كل الكلام ده وبيتاخد واحد ما بيلعبش اصلا، طب انت بتعمل لي احباط في حته الاختيار دي. انا هنرجع لها ونتكلم عليك في كذا بوزيشن كمان، لكن معانا تقرير طبعا عن انضمام سداسي النادي الاهلي للمنتخب المصري، نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم. رجعنا مع حضراتكم والكابتن مشير حنفي، كنا بنتابع التقرير واستعدادات منتخبنا القومي لماتشين مهمين جدا، وكنا بنتكلم على الاختيارات، ومن ضمن الاختيارات
حضرتك بتقول ان يعني في بعض القصور شويه في انضمام لاعب بقاله فترات طويله جدا جدا ما لعبش الملعب، في حين ان في بعض اللعيبه المميزه للمشاركه بلغه الكره رجليها في الملعب كده مش موجوده. ايه تاني من الحاجات اللي استوقفتك على اختيارات الكابتن حسام البدري؟ يمكن هي النقطة اللي أنا اتكلمت فيها دي يا كابتن، لأن أنت بتعمل مش أنا مش بتكلم على اللعيب بعينه، أنا بتكلم على لعيبة مصر كلها. لعيبة مصر كلها كده بتجي لها إحباط لأن في اختيارات مش موفقة. المبدأ ذات نفسه المفروض إن أنا الطبيعي اللعيب اللي بيلعب أنا اللي بقى عينيا عليه ومتابعه. اللعيب ما بيلعبش ما بيبقاش ليه وجود، هي دي اللي بتحصل في كل منتخبات العالم. صحيح. انما انا مش عايز اعمل احباط لبقيه اللعيبه كلها الباقيه. طب شايف الماتشين ازاي يا كابتن في ظل، خلينا نتكلم بكل امانه برضو، الامور صعبه على المنتخب بشكل كبير، التجمعات قليله قوي، انت بتتجمع دلوقتي زي ما شفنا في التقرير 13 لعيب، لعيبه نادي الزمالك مش موجوده، المحترفين لسه ما دخلوش، والمباراه خلاص يعني المباراه الاولى هتبقى يوم 14، وعندك مباراه قويه وبتحدد كمان شكلك للوصول للبطوله الافريقيه. كابتن خلاص احنا عايزين ننسى الكلام اللي احنا اتكلمنا ده فيه خالص، ونعرف ان احنا منتخب مصر اللي هو رائد افريقيا، اللي هو فعلا اقوى من اقوى فرق او اقوى منتخبات في القاره الافريقيه. فخلاص احنا حتى لو احنا بنتكلم احنا مش محظوظين او الفتره او 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 المعسكرات، الجمهور او مصر او جمهور مصر مش هيقبل بالكلام ده خالص. هو بيركز ان هو منتخبنا يوصل، منتخبنا يبقى موجود، منتخبنا يلعب نهائي، منتخبنا ياخد البطوله. ده اللي عودنا عليه المنتخب المصري. الكلام ده كله بالرغم يا مشير من تعاقب الاجيال واختلاف اللاعبين، وانت عايز اناقشك برضه في النقطه ديت. منتخب مصر دايما مرشح للحصول على البطوله الافريقيه، وكان في بكل امانه خيبه امل كبيره جدا في البطوله اللي فاتت كانت على ارضنا وما خدناهاش، وبالتالي عايزين نعوض الخساره بشكل مباشر. لكن كمان انت بتتكلم على فرق افريقيه تانية بتخطو خطوات كبيره على المستوى، اللعيبه المحترفه بشكل اكبر في دوريات اقوى، عدد اللاعبين المحترفين اقوى، بتكلم مثلا على منتخب زي منتخب الجزائر. فاحنا بنتكلم منتخب مصر دايما مرشح، انت شايف ازاي خريطه يعني الخريطه نفسها بتاعت المنتخبات اللي اكيد اتغيرت بشكل او باخر خلال السنين اللي فاتت؟ كابتن احنا لو جينا اتكلمنا على منتخب مصر، احنا عندنا قوام فريق فعلا، فريق محترم، فريق فيه محترفين ليها اسماء كبيره جدا وليها شان في الكره العالميه. زي ما حضرتك بتقول الجزائر، لا ما هم برضو انت بيقولوا مصر فيها محمد صلاح، فيها تريزيجيه، فيها حجازي، فيها احنا عايزين، انا بكلمك بلغه الجمهور طبيعي. احنا الكلام اللي بنتكلمه ده حاجه كرويه على مستوى العالم. الدوريات موقوفه، كورونا، المعسكرات، الجمهور ما يعرفش الكلام ده كابتن خالص. الجمهور يعرف ان منتخبنا لازم يبقى في البوزيشن ده، لازم يبقى في المكان دون. فخلاص دي يعني هتبقى في ضغط على الكابتن حسام. بالظبط. يعني ده اللي بيخلق نوع من انواع الضغط على الجهاز الفني، انك مطالب بشكل او باخر انك تعمل او تاخد بطوله. لسه كنت اقول لك يا كابتن، خلاص هو لازم يبقى في ضغط، او لازم الجمهور مش هيبرغ كده. فبالتالي هنا الكابتن حسام بقى عليه ضغط جماهيري رهيب، طبعا هو متعود على الكلام دون. صحيح. واحنا برضو منتخبنا الفترات اللي فاتت كتيرة جدا بيحط نفسه في مواقف يعني مؤزمة او خطر او ومتعودين ان هو بيجي في الاخر بيكمل. فاحنا اولا كلنا لازم نساند المنتخب، ولازم مليون كلنا المية. مليون في المية. ولازم كلنا طبعا نشيل الضغوطات اللي عليهم دي، وكلنا بقى واقفين جنبيهم. بس ده بقى شيء يعني حاجات فنيه، المفروض الكابتن حسام بقى هو دون، وهو وشانه دوره بقى طبعا. هو وشانه، واحنا بندعمه برضه. احنا بنتكلم في حاجه المبدا خلاص. هو شايف مثلا انا بتكلم، وطبعا الجمهور كله هيبقى عارفني، انا بتكلم على رمضان صبحي، شايف ان هو الفتره دي هيبقى معاه ويجهزه وهيضيف للمنتخب، اهلا وسهلا، احنا متفقين معاه واحنا بندعمه. صحيح. احنا مش بنقول الكلام علشان الناس تفكر بالظبط. يعني انا كان في يوم من الايام كنت موجود في المنتخب، وكان الاختيارات عليها اسئله كتيره جدا. هو اولا واخيرا اختيارات المدير الفني ويحترم عليها، وبنسنده لان ده منتخب بلدنا. رؤيه هو شايفها، احنا بنسنده في كل دوت. لكن احنا بنعرض وبنشوف، من الوارد جدا ان الفترات الجايه بقى فيها تغيير في الفكر. يعني وده جابني لوجود مثلا كهربا، هل بعد خروج طاهر محمد طاهر مثلا جاله اصابه في العضله الاماميه، تفتكر ان ممكن كمان يكون كهربا في الوقت الحالي بديل جاهز لطاهر في الفتره اللي جايه مع المنتخب؟
هو طبعا اكيد، بس حسب برضو الرؤيه بتاعت الكابتن حسام، هل هو شايف ان كهربا هيبقى متواجد معاه في الفتره دي وهيأدي وهيبقى فيه استفاده منه، ولا الفتره دي مش بتاعت كهربا؟ بس احنا طبعا بنقول علشان ان احنا اللي احنا شايفينه ان خلاص في طاهر، يعني ان شاء الله باذن الله تكون خفيفه او ربنا يشفيه، لو مش موجود خلاص هو يبقى اقرب واحد كهربا. يعني اعتقد يعني ده في الشكل الفني، بنتكلم انت مدرب ومدير فني، فبنتكلم في الشكل الفني شويه، ان لو طاهر عنده شد في الاماميه، وما انت عارف الوقت ضيق جدا والمباراه يوم 14، فمن الطبيعي ان هو اللي رجليه كمان في الملعب وبيأدي بشكل كويس وكان قريب جدا من المنتخب، فممكن يكون لمحمود كهربا دور في. طب احنا ليه يا كابتن بنقول كهربا؟ لان كهربا عنده مميزات كتيره جدا، لعيب دولي، لعيب خاض المنافسات الدوليه الكبيره، لعيب بيلعب في النادي الاهلي وبدا ياخد دلوقتي ويبقى في الفورمه، فهو دلوقتي مؤهل ان هو يبقى موجود. لو وقع عليه الاختيار فمش هتبقى صعبه من الكابتن حسام، لان جايب لعيب خبره ولعيب اصلا في المنتخب. مظبوط، مش فيه مشكله. مظبوط، نتمنى دوت. ومن خلال المنتخب انت عارف دايما المنتخبات بتعتمد بشكل كبير، بعض المنتخبات بتعتمد بشكل كبير على المحترفين اللي بيلعبوا بره. احنا عندنا خمس محترفين وكلهم ما شاء الله يعني بيأدوا بشكل كبير جدا، بدايه من صلاح وحجازي والنني وكوكا كمان بيأدي بشكل كويس، وعندنا تريزيجيه. لكن خلينا نتكلم على الجزء الثاني، ان انت في 2006 كان معظم قوام المنتخب اللي فاز بالبطوله الافريقيه من اللاعبين المحليين. تفتكر الدوري المصري السنه دي افرز بعض اللاعبين اللي انت شايف ان هم كانوا قادرين يكونوا موجودين، او رؤيتك ايه للدوري المصري في السنه الصعبه ديت يعني؟ فاحنا يا كابتن احنا مجبرين على الكلام ده، خلاص احنا ما عندناش غير خمس ست محترفين، فخلاص مش هتجيب من بره، انت هتجيب من الدوري المصري. ما ده اللي بكلمك عليه. ده حسب حاله اللعيبه، اللعيبه لو في المباريات بتاعتهم. انت شفت ازاي يا كابتن مشير الدوري واللعيبه وامكانياتهم، وانت شايف ازاي الحاله الفنيه لبعض اللعيبه؟ يعني شفت الدوري ازاي المصري؟ ما الدوري يا كابتن يعني. الدوري بتاعنا يا كابتن، لو جيت للدوري بتاعنا انا وجهه نظري الشخصيه، اتفضل. الدوري بتاعنا النادي الاهلي لوحده والباقي منعزل تماما، فده بيديك برضو ان ما يعني ما فيش لعيبه ثابته وجودها، او لعيبه او منافس للنادي الاهلي بمعنى الاصح. فالدوري بتاعنا برضو يعني هو برضه لعيبه غصب عننا، لان فترات طويله وفترات متقاطعه وايقافات، فاللعيبه مش عارفه تخش في الفورمه. بس لو في دوري مستقر وفي دوري قوي فعلا، بدل ما النادي الاهلي يبقى لوحده يبقى في فرقه واثنين وثلاثه، هتاخد لعيب كويس جدا، وهتاخد لعيبه فعلا جديره بان هي تكون موجوده في منتخب مصر. واثبتت السنين اللي فاتت كلها ما كانش عندنا محترفين. 2006 زي ما انت قلت، 2006 كان 80-90% ما كانش عندنا محترفين، وكنت بتلعب فرق قوية جدا 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 بالمحترفين بتاعتها. فإذا التجربة ذات نفسها مع اللعيب المصري بتبقى ناجحة، وإن شاء الله بإذن الله تبقى ناجحة الفترة اللي جاية بإذن الله مع الكابتن حسام. إن شاء الله بإذن الله. طيب لو اتكلمنا برضو تاني على الجزئية اللعيبة نفسها أو إفراز السردباكات، كان زمان بنقول مثلا عصام الحضري كان محتكر لحراسة المرمى في سنوات طويلة، وبعد مثلا عصام الحضري كان في كلام لو عصام اعتزل عندنا مشكله في حراسه المرمى، لغايه ما دخل مثلا الشناوي وبدا يثبت جدارته. نتكلم على خط الدفاع وبالذات السردباكين على مستوى دولي، انت شايف رؤيتك بالنسبه للدوليين على المستوى الدولي؟ عندنا اكتر من 3-4 لعيبه في مركز السردباكات ديت تطمنا لاربع خمس سنين قدام. طبعا بالنسبه بقى نتكلم للمنتخب كله، عندنا حجازي. عندنا حجازي ما شاء الله يعني، وفي المحافل اللي فاتت اثبت وجوده سواء خارجيا او داخليا. عندنا طبعا جبر برده متواجد معاه. عندنا انا في لعيب الونش دون، يعني انا مش عشان كويس. هو في الزمالك لا لا بالعكس، يعني لعيب كويس، عنده مقاومات، عنده المقاومات بتاعه المركز ده. صحيح. تماما عنده القوه وعنده التمركز وعنده الهيدرز وعنده كل المقاومات بتاعه المركز ده بالذات، وانا شايف ان هو في الزمالك فعلا بيأديها، فهو جدير ان هو يبقى موجود مع الاثنين دول، يبقى ثلاثه. وعبد الغني برده موجود ولسه ناشئ وصغير، الفتره اللي جايه لا مش هنبقى قلقانين على المنتخب في المركز ده. وايمن اشرف بيأديها، وايمن اشرف بيلعب سيرد باك كويس وبيلعب ناحيه الشمال كمان كويس، موجود مع هو ايمن اللي بيلعب دلوقتي اصلا يا كابتن. يعني ايمن اللي بيلعب، انا بتكلم على ناس يعني ايه من بره. علي جبر، علي جبر كان بعيد، فلو دخل لو انضم موجود معاه مع يعني موجود علي جبر موجود خلاص، يبقى انا عندي حجازي موجود. علي جبر، ايمن اشرف، عندي الونش، لا عندي تفتكر المركز ده من يعني اما كنا احنا بنلعب كان في لعيبه
اكتر قوه واكتر سرعه واكتر مهاره من دلوقتي. الفرق ما بين الاجيال دوت انت شايفه ازاي؟ سردباكات على ايامنا بمعنى اصح وفي الفتره السنتين اللي فاتوا، شايف في فروقات معينه، فروقات فنيه، اني افضل اني احسن؟ لا بكل طبعا كابتن مفيش، لا لا مش هيبقى في مقارنه خالص. لا ليه بس لا ليه 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 مش هيبقى في مقارنه؟ يعني هنتكلم على الكابتن هاني رمزي، هنتكلم على الكابتن محمود صالح، هنتكلم على الكابتن حماده صدقي، الكابتن ربيع ياسين، الجيل بتاعنا احنا مشير حارف، محمد يوسف، كمونه، ابو الدهب، ده دي اسماء كبيره جدا اللي احنا موجودين فيها. احنا بنعدهم، احنا بنعد دلوقتي ومش لاقيين، احنا بنعد 4 5. انا بكلمك على 10 يعني 15. زمان كان في كمان يعني حتى بره النادي الاهلي كان في اسماء كبيره تانية على مستوى الانديه التانية. واتكلمنا مع بعض ضيوفنا ان زمان كان في 4 5 نجوم في كل الانديه، يعني انت ما كانش عندك مشكله انك تجيب في كل بوزيشن 2 3 لعيبه على مستوى كبير. الكلام ده مش موجود دلوقتي. كابتن انت بتتكلم على مركز واحد ولا على عموم اللعيب؟ لا انا بكلمك على السيرباكين وبكلمك ان جنرال بقى على المستوى كله، ده يعني على مستوى وجود نجوم كتيره في انديه مختلفه غير الاهلي والزمالك. يعني لو اتكلمنا على المركز ده في الجيل بتاعنا احنا، لو هنفكر للساده المشاهدين، حمزه الجمل في الاسماعيلي، محمود ابو الدهب كان موجود، هنقول في بورسعيد، يعني جمال السيد كان موجود مثلا في السكه، ما هم دولت معاهم، دولت تالقوا مع انديتهم وانتقلوا طبعًا. يعني برضو كانوا موجودين. بتكلم بقى على 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 النادي الاهلي اصلا. أوكي. الجيل بتاعنا كان موجود الكابتن حمراء صدقي في المنيا وتالق في المنتخب وجه، مظبوط، يعني كنت انا ومحمود ابو الدهب، الاسماء دي كلها خارج النادي الاهلي، معظمها خارج النادي الاهلي. صحيح. فاذا من بره النادي الاهلي لا، كان فيه طبعا. يعني الانديه ما بقاش بس النادي الاهلي والزمالك او حتى في وقت من الاوقات الاسماعيلي هو الفرز الاول للمنتخب. كان زمان وانا كنت بلعب كان هشام عبد الرسول مثلا من المنيا، كان في خلط شويه، كابتن احمد الكاس كان من الاولمبي طبعا. ده يرجعنا لفكره الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه. غيابها عن الدوري المصري بيأثر، يعني النهارده غزل المحله بيوصل، ايه تاثير الانديه الشعبيه في وجودها على الدوري المصري وتاثيره على الفاليو على قيمه الدوري المصري؟ كابتن اللي انت بتقوله دون هو مخلي الدوري المصري ضعيف، انما الدوري المصري ايامينا والاجيال بتاعتنا كان قوي. ليه؟ عشان الانديه الشعبيه، عشان الجمهور، عشان لما تيجي تلعب المحله في المحله، المصري بورسعيد، الاتحاد في اسكندريه، ماتشات قويه جدا. فهو دون بيبين لك ان الاجيال اللي فاتت كانت قويه جدا، والانديه الشعبيه صحيح كانت فعلا. يعني احنا لما كنا نروح بورسعيد نتعادل من بورسعيد جايين مرتاحين، اما كنا نروح اسماعيل في اسماعيليه جايين مرتاحين لو تعادلنا كمان. مظبوط. دلوقتي مش موجود الكلام ده. ليه؟ لان الانديه الشعبيه بدات تنهبط وتنزل. احنا دلوقتي كل الانديه او معظم الانديه الشعبيه بتلعب ممتاز به، او حتى لما بينزل ممتاز به لتحت كمان، ما بيقدرش يطلع. صحيح. فهي دي عامله ضعف للدوري المصري، لانك انت بتلعب برضو فرقه كابتن مؤسسات دي من غير جمهور. لو في جمهور دلوقتي هيبقى الدوري المصري قوي جدا. ليه؟ لانك انت اهم حاجه في لعيب الكوره اللي في المدرج ده هو اللي بيفوقك. صحيح. هو اللي بيديك قوه، هو اللي بيميزك عن بقيه الانديه الثانيه. صحيح. من دلوقتي مش موجود دوري مؤسسات، او معظم الفرق اللي موجوده في مصر مؤسسات، انبي هنقول، بتروجيت هنقول. فاللعيب اصلا ما بيلعبش تحت ضغط، فهو مش مضغوط فبيلعب براحته. لا، اللعيب اللي هي بقى الشعبي دون عارف ان لو خرج من الماتش مثلا خسران، في جمهور قافله على الباب، فعامل حسابه فمركز في كده. فهي دي انا وجهه نظري، ان هي دي ضعف الدوري. انا مأيدك تماما، مش مأيدك يعني قوي في جزئيه ان المؤسسات، احنا ممكن نعمل مزج، لازم يكون المؤسسات على مستوى الاستثمار موجوده. الجمهور يا كابتن، الجمهور يا كابتن، الانديه الشعبيه بتدي المحافظات والجمهور. طبعا نتكلم يعني على فين الاولمبي ده؟ الاولمبي دلوقتي وفين؟ يعني في انديه اختفت، المنصوره كان من وما بيطلعش تاني، من الفرق الكبيره. طب يعني اروح معاك بقى على ملف المباراه النهائيه ان شاء الله، النادي الاهلي يوم 27 نوفمبر خلاص اتحدد ان نادي الزمالك كان طبعا بيلعب الرجاء وفاز على الرجاء 3-1، وبذلك يتحقق يمكن يعني كل الناس كانت بتتمنى طبعا ان مصر المباراه النهائيه هتكون مصريه 100%، وده حصل النهارده بفوز نادي الزمالك على الرجاء 3-1. هننتظر مباراه نهائيه مصريه، وده ما بيتكررش كتير. يعني مباراه نهائي التشامبيونز ليج الافريقي على مستوى يمكن من سنين طويله، او يمكن ما حصلش على مستوى التاريخ نفسه، لا بيتكتب تاريخ جديد ان المباراه ما بين فرقتين، الاهلي والزمالك، فرقتين مصريين، وتقام كمان على استاد برج العرب داخل مصر. فدي
شايف المباراة دي ازاي بعد ما تحدد ان الزمالك هو يعني الطرف الثاني في النهائي؟ بص يا كابتن، دلوقتي احنا نقول ده شرف للكرة المصرية ان خلاص الدوري الافريقي او بطل افريقيا يبقى مصري. صحيح، كل واحد ليه انتمائه، اهلي او زمالك، بس احنا خلاص لازم نستعد، لان احنا عندنا حاجة كبيرة جدا اللي هو النهائي الافريقي. يعني ايه النهائي الافريقي؟ كل فرقة ليها طموح، وكل فرقة عايزة هو أملها الفترة اللي فاتت دي كلها. هنقول النادي الأهلي بقاله سنين كتيرة بيحاول أو بيقاتل، أو سبع سنين تقريبا، ودون الجمهور بتاع النادي الأهلي أو جمهورنا متعطش جدا 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 للكاس الأفريقي. فنفس الكلام نادي الزمالك، نادي الزمالك السنة دي واخد بطولتين، فعنده أمل وعنده طموح كبير إن هو يكمل وياخد كاس افريقيا. فهتبقى مباراه صعبه جدا، بس احنا عايزين بس نطلع الجمهور من الشحن ده. وخلاص احنا مصر خلاص، كل جمهور بانتمائه، كل فرقه بانتمائها، كل نادي بانتمائه. فاتمنى ان شاء الله تكون مباراه، وانا اتوقع ان هي تبقى مباراه قويه جدا. الفرقتين دلوقتي في احلى مستوياتهم، الفرقتين دلوقتي خلاص وصلوا فورمه عاليه جدا، بدليل ان هم كسبانين القلعه المغربيه رايح جاي. فده بيدل على ان لعيبه مصر بدات تبقى في الفورمه، بدات تبقى في مستواها العالي. فاتمنى ان شاء الله ان هي تكون مباراه قويه ان شاء الله. وطبعا دي حاجه بقى غصب عننا احنا، ان احنا كاهلاويه بنتمنى ان ده طبيعي، ده انتماء. انا قبل يعني حتى اثناء المباراه كان يمكن كان الشوط الاولاني خلص بقول 0-0، كنت بتمنى ان الزمالك ان هو يوصل المباراه النهائيه 4-1. يعني الزمالك كسب 4-1، فده يعني احنا حتى قالوا لي على الايربيز الساده معانا على الايربيز قالوا لي 3-1، لكن كان في الفار يعني يتحسب ما يتحسبش. فطبعا 4-1، وطبعا بنقول مبروك اكيد لنادي الزمالك. قبل المباراه او اثناء المباراه كنا بنقول المباراه ان شاء الله الفاينل مصري خالص، وانت بايدك في الكلام ده ان تخرج المباراه كمان يمشير في اطار جيد واطار يليق بسمعه مصر والكره المصريه. وزي ما بقول لك ده تاريخ واتكتب، يعني فرقتين من بلد واحده الاهلي والزمالك بيلعبوا داخل مصر على المباراه النهائيه. تفتكر الاستعدادات الفنيه هتتغير شويه، او يمكن التكتيك مستر موسيماني كان ليه رؤيه معينه يعني هيغيرها عشان هيلعب قدام نادي الزمالك، ولا انت شايف ان احنا ماشيين بسيستم واحد وده اللي هيمشي عليه في المباراه النهائيه؟ لا، هو المدير الفني بيمشي بسيستم واحد يا كابتن، وما بيغيرش، لان هو ايا كان مين اللي هيبقى موجود، ده هيبقى نهائي افريقي، دي طموح اللعيبه كلها، ده امل الجمهور. فهو مش هيغير، لان السيستم هيمشي زي ما هو، لان دي مباراه نهائيه. فهو انا شايف ان هو الفتره اللي فاتت اللعيبه فايقه معاه، شايف الفتره اللي فاتت في انسجام بين اللعيبه، شايف النتائج كويسه جدا معاه. فده مؤشر برضو بيبين ان الدنيا او زي ما احنا كنا بنلعب زمان بقول ايه، المكسب بيجيب مكسب. صحيح. فهو خلاص هو الدنيا ماشيه كويس معاه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى زي ما انت بتقول كده يا كابتن، اهم حاجه المباراه تليق باسم الكره المصريه. صحيح. مش عايزين نرجع بقى للمباراه اللي كانت في هنقول بقى في احدى الدول العربيه ويطلع شكل الكره المصريه وحشه. لا، احنا يا جماعه عايزين نشيل التعصب. احنا من خلال المنبر اهو، او انا يمكن اول مره اجي معاك يا كابتن، لا بقول نشيل التعصب يا جماعه. ده حقيقي. خلاص اهلي او زمالك، اهم حاجه يبقى شكل المصريين بره وفي افريقيا كويس. ده حقيقي. ده مهم جدا زي ما انت بتقول، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله في النهائي الافريقي 27 نوفمبر تخرج في اطار يليق باسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك وسمعه الكره المصريه على المستوى الفني وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى ايا كان النتيجه. وان شاء الله كلنا يعني انا طبعا وجماهير النادي الاهلي اكيد بتتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله، جماهير الزمالك تتمنى الزمالك للفوز، ده شيء طبيعي. ولكن يبقى ان الكاس الافريقيه ستظل في مصر، وده شيء كابتن مهم. يعني احنا لسه بنتكلم على المنتخب، ما هي هنا دي بقى. مزبوط. يعني هنا كده انت بتلعب اهلي وزمالك، والكابتن حسام عينيه على كل اللعيبه. طبعا يوقع عليه الاختيار. هل هنا احنا هنبقى يعني لا مش عايزين، احنا عايزين الرقم واحد بنقول المنتخب، رقم اثنين بنقول النادي اللي انتمائك ليه كل التوفيق ليه. صحيح. سواء هنا او هنا. مظبوط. فاحنا عايزين مباراه ان شاء الله تليق زي ما انت بتقول كده يا كابتن بالكره المصريه، بعيدا عن اي شغب. صحيح. انا هاكد على دي بقى اهي، بعيدا عن اي شغب، مش عايزين شغب في اي مباراه بين اهلي وزمالك، لان خلاص احنا تعودنا على الكلام ده الفتره اللي فاتت،
وشكلنا ككره مصريه بالنسبه لخارج مصر لا يليق، فعايزين تبقى دي بدايه للتنظيم وبدايه للاخلاقيات وبدايه للمستوى الفني العالي، ويخلي الكابتن حسام بقى يتفرج على مستوى عالي ويختار بيه المنتخب. وده كل ده في صالح المنتخب، يعني كل ده في صالح المنتخب. وانت في حديثك او في يعني بتسترسل بتقول ان النادي الاهلي دلوقتي في مستويات عاليه جدا، وصل مع موسيماني لشكل كويس في الاداء وشكل كويس في كمان النتائج. تقييمك ايه؟ وانا عارف يمكن قبل الهوا بنتكلم في تقييم المدرب لازم ياخد وقت شويه، لكن انت شايف موسيماني ازاي على المستوى الفني، وايه الحاجات اللي غيرها في النادي الاهلي، او مش هقول غيرها لكن طور فيها بشكل كويس عشان النادي الاهلي يؤدي بهذا الاداء وهذه النتيجه؟ يعني هو الميزه يا كابتن ان هو عنده خبرات افريقيه كتيره جدا وكبيره جدا، وكان ماسك فرقه، يعني انا بقول ان هو الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي هتبقى النادي الاهلي اقوى من كده بكتير كمان، لان هو كان ماسك فرقه واحنا عاصرناها واحنا شفناها فرقه بتلعب كره كويسه جدا، فرقه معظمها سنها صغير، فهو فكره احنا بنشوف المدرب بالفكر بتاعه سواء موجود. انت شفت ده من او من يعني هو ما بقالوش طبعا كتير زي ما انت قلت، لكن بان يمكن في خلال مشوار الدوري الصغير ومن خلال ماتشين الوداد يعني. اه طبعا، لان هو جه في خلال الماتشات الاخيره بتاعه الدوري بدا يجرب لعيبه، بدا يطلع ناشئين، فهو عايز يعمل قاعده ثانيه للفرقه من السنه اللي جايه. صحيح. هو فكره مع سان داونز كان كده يا كابتن بالظبط، هو ليه خبرات في البطولات الافريقيه وبيوصل كتير في البطولات الافريقيه بس ما بيكونش ليه الحظ، بس اعتقد ان هو دلوقتي في النادي الاهلي اكبر قلعه في الشرق الاوسط وفي افريقيا، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليه. بقى هو ليه رؤيه، كل مدرب حسب رؤيته، هو الرؤيه اللي هو بيشوفها في اللعيبه بتبقى موفقه ولا لا، هو ماشي معاه وموفقه واللعيبه فايقه والنتائج كويسه، فان شاء الله كلنا بندعمه ان شاء الله ونبقى معاه ويجيب لنا البطوله اللي احنا بقالنا 7-8 سنين يعني الدولاب مش موجود البطوله دي، فعايزينها تبقى موجوده. اه طبعا، وانت يعني كلنا بنقول ان شاء الله يا رب تكون البطوله دي موجوده، يعني احنا وحشتنا البطوله الافريقيه. وانت ذكرياتك ايه مع البطولات الافريقيه او المباريات الافريقيه؟ بتختلف كتير يا مشير على الشكل المحلي، يعني بتبقى ليها طابع خاص كده، تفتكر من خلال مشوارك ايوه كابتن هاني، لان هي بطوله كبيره، بطوله انت بتتعب فيها كتير جدا وبتسافر وبتبقى في مشقات وبتبقى في سفر وبتبقى في غربه وبتبقى في افريقيا كانت على يمين حاجه تانية خالص، كانت خيم كانت خيم وحشرات وعقارب، يعني تعب سنه كامله وغربه بتيجي انت في مباراه واحده، لا دي حاجه تانية، لازم دي يبقى ليها فرحه اكتر بكتير من الدوري المصري. وبعدين احنا الدوري المصري يا كابتن خلاص احنا يعني 7 سنين و6 سنين و5 سنين ورا بعض، فاحنا مشتاقين للبطوله الافريقيه، كل جمهور المصري او كل جمهور النادي الاهلي على مستوى الشرق الاوسط او العالم كله مشتاق للبطوله الافريقيه. صحيح. فاتمنى ان شاء الله تكون باذن الله السنه دي موجوده ان شاء الله باذن الله. ويمكن زي ما انت قلت ان كمان حاجه كويسه جدا ان الفرقه المصريه الاهلي والزمالك بيكسبوا رايح جاي، ويمكن الناس بتقول يعني سمعت ان كمان الهدف الرابع بتاع اساسي ما اتحسبش، فالنتيجه 3-1، انت لو حتى ان الزمالك كسب 3-1 وكان كسبان هناك 1-0 يبقى النتيجه 4-1، بن شرقي اسف مش فرجاني ساسي، يبقى النتيجه تعتبر 4-1 نتيجه الماتشين، والنادي الاهلي بيكسب 5 يعني بارقام كمان كبيره وسكور كبير، يدل ان الفرق المصريه على التراك الصح، وان شاء الله ده بيوازي بقى كمان ان ده ينعكس على منتخبنا كمان. ما دي بقى اللي انا لسه هكلمك فيها يا كابتن، خلاص انت دلوقتي عندك فرقتين، الفرقتين جاهزين ومؤهلين ان هم بيلعبوا نهائي افريقيا، اللعيبه بتاعتها الحمد لله فضل عند ربنا ما فيش اصابات، اللعيبه بتاعتها فايقه، فهو يقدر يختار فعلا المكان المناسب واللعيب المناسب بالنسبه له. هي دي اللي انا كنت بقولها، ده لازم الكابتن حسام برضو الفتره اللي جايه، انا مش هقول ليه عتاب او هقول لا مش انا هقول كل لعيب ياخد حقه، لو هقول احنا كل لعيب لصالح يعني بص يا كابتن هاني، اقول كل لعيب لازم ياخد حقه، لان في لعيبه بتجتهد وفي لعيبه بتتعب وفي لعيبه بتتعب كتير جدا عشان توصل للحلم بتاعها ان يلبس فانلة منتخب مصر، يبقى لازم يبقى جدير بالذكر ده ويوقع عليه الاختيار. صحيح، هي دي اللي انا بطلبها. تتوقع النهائي؟ اتوقع ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي، النادي ان شاء الله، يعني دي تمنيات كمان، بس احنا بنقول لازم يبقى في حساب لفرقه نادي الزمالك. نادي الزمالك الفتره اللي فاتت عمال لعبته فايقه، عمال بيكسب، هم بنقول بالثلاثه والاربعه، بيكسب بره بيكسب هنا، واخد بطولتين، عنده دفعه قويه جدا، لان نادي الزمالك بالنسبه له
هنتكلم بصراحه، نادي الزمالك السنه دي خلاص اخد بطولتين، فهي مش فارقه معاه حتى يعني ما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك يقول لك انا واخد بطولتين. احنا النادي الاهلي خدنا الدوري، فدي اهم حاجه بطوله بالنسبه لنا احنا. انا شايف كده دي بالنسبه للنادي الاهلي اهم من الدوري واهم من الكاس واهم من كل البطولات اللي فاتت. ما هو لا الدوري بقى انت عارف 42 مره دوري. لو خيرونا برضو يا كابتن، لو خيرونا برضو بين الدوري والبطوله الافريقيه او الكاس هنختار البطوله الافريقيه. اكيد اكيد، ودايما احنا وانت تربيت على ده مشير، احنا دايما بنلعب على البطولات، والنادي الاهلي بيلعب ان شاء الله على الثلاثيه، واحنا موجودين في كاس مصر، وان شاء الله المباراه النهائيه يوم 27 يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. احنا عارفين لو فرقتنا فايقه، صدقني خلال الماتشات اللي فاتت وانت شفت الماتشات وشفت الاداء، لو فرقتنا فايقه وبتادي بنفس الاداء وبنفس الروح وبنفس التركيز، حتى كنت بقول مش خايفين من حد، يعني احنا ان شاء الله الناس بتخاف مننا، ما احنا ما نخافش من حد. بص يا يعني كابتن، انت قلت كلمه حلوه قوي، هي دي انا عايز اسمعها للاعيبه النادي الاهلي. انت قلت دلوقتي ايه؟ الروح. مظبوط، لعيبه النادي الاهلي بتفرق عن لعيبه مصر كلها بالروح. وايامنا كان بيقول لك ايه؟ روح الفالنه. مظبوط، ايه روح الفالنه دي؟ يعني ايه؟ ما هي دي بقى اللي بقت موجوده دلوقتي بدانا نحس بيها. ليه؟ لانك انت في ماتشات بتبقى في لا مبالاه من اللعيبه، في بيقول لك ما عندهمش روح. لا، الفتره اللي فاتت دي انا شايف اللي الروح بدات ترجع لفرقه النادي الاهلي، ولازم يبقى عندهم الطموح بقى. خلاص انا الطموح وصلت للنهائي، فورونا بقى احنا عايزين. جمهور النادي الاهلي مش هيقبل يا كابتن غير البطوله، واحنا عودناهم على كده. يعني حتى لما كنا بنلعب عودناهم على كده، فخلاص ده قدر كل من لبس فرنه النادي الاهلي، قدر ان هو يعني مطلوب منه البطوله. احنا عودنا الجمهور على كده. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. ان شاء الله باذن الله البطوله اهلاويه باذن الله، وزي ما انت قلت يعني المباراه، يعني احنا ان شاء الله اللي باذن الله احنا اللي بنسهل المباراه وبنصعبها على مستوانا. ان شاء الله نكون بس موفقين في اليوم دوت، ويكون التركيز على اعلى مستوى. القلق اللي كان قبل الوداد واللي شفناه مباراة الوداد هناك في المغرب وشفناه بمباراة الوداد هنا في القاهرة، نقول إن شاء الله بإذن الله أن احنا في حالة بدنية وفنية عالية جدا. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي أكيد، وزي ما أنت بتقول يا مشير إن هو نتمنى المباراة تخرج في إطار أخوي، وإطار يعني يليق باسم الفرقتين وجماهير الكرة وباسم مصر عامة إن شاء الله. دي أهم حاجة يا كابتن. احنا بنقول إيه؟ اللعيبه دي رساله بقى بنوجهها للعيبه، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. كنت لسه هقول لك ادي كمان رساله، يمكن رساله من خلال انت لسه دلوقتي عارف ان المباراه النهائيه مع الزمالك ما بين قوسين كده، يعني رساله اولا للعيبه النادي الاهلي، والثانيه طبعا لجماهير النادي الاهلي. بنقول للعيبه النادي الاهلي احنا منتظرين منكم الكاس، بس مش هيجي من فراغ. انت اعمل اللي عليك واعمل كل الجهد بالنسبه لك انت، لانك انت لك طموح وصلت ليه. كمل بقى تعب السنين السنه اللي فاتت دي كلها، من احنا اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. احنا الجمهور، احنا دلوقتي بقينا جماهير، بنشوف اللعيبه، بنشوف اللعيب اللي عمل اللي عليه، وحتى لو مش موافق بنقول ده عمل اللي عليه. حقيقي اعمل اللي عليك. واحنا شايفين الفتره اللي فاتت اللعيبه الحمد لله ما شاء الله فايقه. نتمنى ان هي في المباراه بتاعت النهائي يكون ليها التوفيق، وان شاء الله باذن الله. انا متوقع خير باذن الله، لان الايحاء بتاع اللعيبه الفتره اللي فاتت يعني مطمنك مطمني. مطمني، وفي انا برضو المدرب مطمني لحد ما، لان معظم كابتن هاني المباريات بيبقى واقف، والمدرب اللي واقف على الخط دون بيصح اللعيبه على طول، ما بيقفش زيه زي الجمهور. هاي. مركز. فهي دي اللي انا ايه يعني مطمناني منه، لانه بيفوق اللعيبه على طول، مدي ثقه للعيبه كبيره جدا، مش مديهم خوف. فان شاء الله باذن الله كل اللي انا بقوله دون يكلل باذن الله المباراه النهائيه. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يبقى البطوله. يا رب ان شاء الله. كابتن مشير بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في البيت الكبير، وان شاء الله كده كلنا نفرح يوم 27 باذن الله. ان شاء الله شكرا باذن الله كابتن، ده شرف لنا كنت بكون معاك. دي طبعا كانت نهايه الفقره الاولى، لكن طبعا فاصل، وبعد الفاصل لاعبات النادي الاهلي لكره اليد معانا طبعا اللاعبه ساره الخولي وامنيه خالد من لاعبات كره اليد بالنادي الاهلي، هنستضيفهم بعد هذا الفاصل. الزمالك يلحق بالاهلي بثلاثيه ان شاء الله، التسعه للاهلي قولوا يا رب. رجعنا مع حضراتكم من جديد، والمره دي معانا لاعبات الفريق الاول لكره اليد، معانا ساره
سارة طبعا الخولي وينج رايت. اهلا بيك يا سارة. وطبعا معانا النهارده طبعا سارة واحده من عناصر الخبره والكبيره جدا في الفريق. معانا كمان مشرفانا حارس المرمى امنيه خالد. امنيه خالد طبعا يعني هي صمام الامان زي ما بيقولوا، صمام الفريق. انا برحب بيكم، منورينا منورين بيكم البيت الكبير. امنيه وساره مساء الخير عليكم. لا هنعلي صوتنا. لا ثواني يا كابتن عشان نبقى متفقين من الاول. يعني مساء الخير عليكم، منورينا في البيت الكبير. منورينا طبعا في البيت الكبير، وزي ما احنا متعودين انتوا بطلات بقالكم سنين طويله جدا، هنتكلم على كل الملفات ديت. لكن طبعا كمان يعني نروح لتقرير، التقرير ده بيقول ازاي ان شاء الله ترجعوا بعد يعني مسيره طويله من البطولات اللي فاتت، ويمكن السنه اللي فاتت كان فيها دروب شويه، ازاي ان شاء الله ترجعوا السنه الجايه ببطولات اكثر ان شاء الله. نروح للتقرير ونرجع مع ضيفاتنا بطلات النادي الاهلي. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن يحيى يوسف في اعتلاء صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري العمومي للموسم الحالي 2020-2021 بعدما استطاع المارد الأحمر الفوز في كل لقاءاته السابقة. وفاز الشياطين الحمر في الجولات السبع الماضية على كل من منوف الرياضي، حلوان العام، شامبيون الرحاب، هيليوليدو، 6 أكتوبر، الطيران، الزمالك. وكان الفريق قد أبرم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع سندس حشانة لاعبة المنتخب التونسي الأول، إضافة إلى عودة غادة حسام حارسة مرمى الفريق وأحد دعائمه الأساسية بعد اعتزالها اللاعب الموسم المنقضي، إلى جانب عودة اللاعبات المصابات. كما دفع الكابتن يحيى يوسف بالعديد من العناصر الشابة والواعدة والتي سيكون لها اسم كبير في عالم اللعبة، سواء على مستوى النادي أو بتمثيلهم لمنتخباتنا الوطنية. وتطمح جماهير القلعة الحمراء في عودة الفريق إلى سابق عهده والفوز بكل البطولات على غرار ما قدمه خلال الأعوام المنقضية قبل أن يمر بمرحلة إعداد وتجديد خلال الموسم الماضي. ويتبقى أمام سيدات يد الأهلي 27 جولة لحسم اللقب الغالي والذي توج به العام الماضي نادي الشمس بعد صراع طويل مع الأهلي، والذي فقد اللقب بعد هيمنة استمرت لربع قرن من الزمن. ويسعى النسر الأهلاوي بقيادة يحيى يوسف المدير الفني للفريق، يسعى للتحليق من جديد في سماء كرة اليد المصرية وحصد كافة بطولات الموسم. يمكن زي ما تابعنا في التقرير، الجمهور مستني منكم ان انتوا ترجعوا خلاص البطولات مرة تانية وتهيمنوا على كل البطولات الموسم ده. يمكن احنا عندنا 4 بطولات صحيح في الموسم، قولوا لي كده أمنية. عندنا الدوري طبعا اهم حاجة طبعا، وكاس، بعد كده منطقة وسوبر. والسوبر دوري السوبر. سارة الاخبار. يعني انا عايز قبل ما نعلق، يعني كلنا يعني جماهير النهلي عندها ثقه، لكن انا اللي لفت نظري 25 سنه الفرقه بتاخد دوري، 25 سنه متواصله، ده رقم يعني قياسي عالمي. الغريبه ان السنه اللي فاتت خسرنا الدوري، فاكيد في حاجه، يعني اكيد في حاجه، مش هقول حاجه غلط، لكن في اسباب. ايه شايفين اسباب ايه ان انتوا خسرتوا الدوري السنه اللي فاتت؟ هو مينلي يعني الاسباب كانت السنه اللي فاتت عموما احنا كان عندنا كميه اصابات مش طبيعيه، يعني تقريبا الناس كلها بره، كل الناس قاعده بره اللي بيلعبوا، كمان ناس كتير قوي بطلت من الاعتزال خلاص بطلوا. برضو احنا ميزتنا عموما في فيرست تيم عندنا ان احنا مش جيل واحد او جيلين زي اغلب الانديه، احنا بادئين من اول ناس 2003 السنه دي بتلعب مع ناس مواليد 92 و90، ففي فرق اجيال كان مش طبيعي. كان السنه اللي فاتت احنا ما عرفناش ان احنا
ندمج ده صح، ما عرفناش ان احنا دول يدخلوا مع دول صح. طبعا كنا محتاجين وجوه جديده، يعني كان في حاجات كتير ناقصه تقريبا. بس ممكن يا امنيه يتقال ان في يعني حاله من التشبع حصل عليها الفريق 25 سنه ما شاء الله بلا توقف، يمكن الفريق ممكن يكون حصل له نوع من التشبع بهذه البطولات، ولا انت؟ لا لا، يعني احنا دايما بنلعب على بطوله، يعني ده العادي بتاعنا ان احنا نلعب على بطوله. يعني ما جالناش قبل كده احساس اللي هو كفايه بطولات، لا ده مستحيل. لا لا، يعني احنا كنادي اهلي احنا متربيين ان احنا ناخد دايما. طب انتوا ازاي الجهاز الفني كان بيتكلم معاكم في ان انتوا تجددوا الحافز ليكوا؟ والله يعني هي حضرتك بتتكلمي عن السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ لا السنين اللي فاتت طبعا، والسنه دي كمان يعني قبل ما هو يعني السنين اللي فاتت يعني احنا يعني زي ما كنت بقول، هو احنا يعني الحافز بتاعنا دايما موجود ان احنا نبقى نمبر 1، ان احنا ناخد الدوري. هو دايما موجود، هو حاجه جوانا. مش حد بيقول لنا يلا اكسبوا عشان حاجه هتحصل، لا دي حاجه احنا يعني زي بتقولي كده بالفطره. بس انت بتقولي لي حاجه وانا استغربتها شويه، انك وصلتوا لدرجه من الثقه ودرجه من التفوق، ان انت بتقولي لي انتوا بتروحوا المباراه النهائيه وبتوضبوا احنا هناخد الكاس ازاي، وبعد ما ناخد الكاس يا جماعه هنعمل ايه. بالظبط، اللي هو يا جماعه بنتفق على احنا نلبس ايه لما نستلم الكاس، يعني احنا كده كده خلاص ماتش فاينل، احنا رايحين نكسب ونمشي، يعني ما عندناش اوبشن تاني. ده تفكيركم. هل ده في فرق في المستويات كبير قوي اداكوا الثقه ديت؟ يعني دايما لما يكون الثقه دي كبيره نتيجه طبعا للبطولات اللي انتوا خدتوها، لكن السنه اللي فاتت اللي اعرفه طبعا من خلال يعني متابعتي شويه او فريق الاعداد، قال نادي الشمس او فرقه الشمس من الفرق المحترمه، عندها فرقه كويسه، عندها محترفات كمان. ف البعد كان قد ايه؟ لان كنت عارف ان انتوا كنت بعيد قوي، وبعدين انتوا حاربتوا كمان، يعني ما فيش ملل ان خلاص البطوله راحت، حاربتوا لغايه ما كانت كمان انتوا على بعد مباراه للفيصل. يعني حصل ده ازاي الفتره دي اصلا؟ هي الفترة دي حصلت ان احنا هي حصلت فجأة، يعني احنا مرة واحدة كنا بنكسب، كنا متعودين ان احنا فريق بنكسب ورايحين. احنا كانت اول خسارة لينا السنة اللي فاتت كان فاينل المنطقة من الشمس. أوكي. احنا رايحين برضو مرتبين نفسنا احنا رايحين نكسب، يعني دي بطولة. حصل دروب في الماتش ده، وصلنا ماتش فيصل معاهم خسرناه برضو، الماتش الفيصل بتاع المنطقة ده. بس ماتش الفيصل ده احنا كان كسبانين في الشمس وهم كسبونا في الاهلي، صح؟ وهم كسبونا في الاهلي، وبعد كده عملنا بقى ماتش فيصل خسرناه برضه. بس احنا كسبناهم هم السنه اللي فاتت مره واحده، اول مره خالص في السيزون يعني. بس وبعد كده حصل بقى، بدانا دروب، وبدا بقى ان احنا جينا احباط، مش عارفين ان احنا ان كنترول الماتش، نبقى كسبانين طول الماتش ونخسر في اخر 10 دقائق. قفلته يعني، حصل زي قفله كده زي ما بنقول. مش متعودين على الخساره، ولما تيجي الخساره مره واحده بتبقى لا، احنا مش متعودين ان احنا كان ان الماتش يبقى رايح مننا واحنا اللي بنحاول نجيبه، لا دي احنا ما تعودناش عليها خالص قبل كده. خاصة معانا حارسة المرمى يعني، وشعوري هي هو رياكشناتها اصلا، وهي وسارة بتتكلم اللي هو يعني للاسف، يعني هي عايزة تقول للاسف. بس كابتن يحيى يوسف مدرب الفريق كان ليه عامل كبير جدا كمان من حيث تحفيزكم، من حيث التعليمات حتى اللي كان يعني بيديها لكم وقت الماتش او قبل الماتش. ايه دور كابتن يحيى يوسف الكبير قوي اللي انا عارفة انه كبير الحقيقة معاكم يا امنية؟ هو طبعا كابتن يحيى مسكنا وكان عنده امل وعنده اصرار كان باين قوي. هو قرر ان هو يجي هشوف ايه عيوب المشاكل الفرقه وهصلحها. كان عايز يغير شكلنا لغايه دلوقتي والله، يعني هو كل تمرين يقعد يقول لنا انا عايز اغير شكلكم في الملعب، عايز الناس كلها تحس ان في تغيير. وكان كمان حتى احنا كان تكمله الدوري كانت في الصيف، يعني كانت بعد الكورونا. فكنا بنتمرن يعني، طبعا ممكن حد تاني يقول خلاص احنا كده خسرانين، احنا كده كده الدوري مش بتاعنا. لا، هو كان يلا نتمرن كل يوم، واحنا فعلا كنا عايزين. كنا بنتمرن كل يوم 3 ساعات، كنا بنروح الجيم، كنا بنتمرن كتير قوي. هو كابتن كان حاطط قدامه هدف، لا يا جماعه الدوري مش بعيد، الدوري يعني بجد ممكن يجي. وفعلا ساعتها كان سبورتنج كسب الشمس، فرجعت لنا الفرصه تاني. صحيح. فقعدنا بقى ساعتها حسينا ان دي علامه، وبجد ممكن يكون ربنا شايل لنا حاجه حلوه في الاخر. وقعدنا فعلا تعبنا قوي، بس يعني ده قدر الله وما شاء فعله، بتبقى في الاخر يعني توفيقات، توفيق من عند ربنا. صح. كابتن يحيى معانا على التليفون،
الو كابتن يحيى، مساء الخير. الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك. اهلا بيك ومعانا بطلات النادي الاهلي وحضرتك. كنا لسه بنتكلم على الدور المهم بالنسبه للمدير الفني، وانا في اعتقادي المدير الفني في اللعبات كلها بيبقى عليه دور مهم جدا، هو الحاله المعنويه للفرقه. وحضرتك توليت المسؤوليه، ويمكن كان امنيه بتتكلم كان هم خلاص يعني في حاله معنويه صعبه جدا، لكن انت رجعت طموح تاني رغم ان كان فارق بعيد قوي، رجعت الطموح لبناتنا وهم حسوا بده وبداتوا تحاربوا على الوصول يعني لحاجه صعبه، لكن وصلت لها بشكل جيد جدا، ولغايه ما حتى كان في مباراه فاصله على الفوز بالبطوله. طبعا كابتن هاني، طبعا الحمد لله، طبعا انا جيت في ظروف صعبه جدا، وكان دروب النادي الاهلي عمره ما حصل بقاله سنين كتير جدا. انا جيت طبعا ان انا جاي من فريق الدرجه الاولى اولاد، ان انا اجي لفريق السيدات عموما النادي الاهلي، فكانت عمليه صعبه جدا، وكان عندي طموح جدا ان انا كان قدامي تحدي كبير قوي ان انا ارجع بالفريق للاول خالص. فالحمد لله ربنا كرمني وان انا اتعامل معاهم واتكلم معاهم، والبطوله لسه ما خلصتش. وكان قدامنا هدف ان شاء الله، هو اول بطوله ان شاء الله، وقعدنا نحارب واكلمهم وافوت شويه والحاجات كلها، بحيث ان احنا نشتغل على الموسم وما نضيعش مننا. بس الحمد لله ربنا ما شاء فعل، وبدأنا موسم جديد بسيستم جديد الحمد لله. كلمنا يا فندم عن التدعيم الخاص باللاعبه التونسيه، يمكن حتى التقرير ذكر سندس، وسندس طبعا يعني وجودها في الفريق كمان اداله شكل. كلمني عن هذا التدعيم. بص حضرتك، هو التدعيم ده كان كنت بشتغل عليه من شهر 3 اللي فات الموسم الجديد، وكان اتكلمت مع وكيل اعمالها اللي هو كان زوجها. نعم. ان انا عايز ادعم، اشوف المشاكل اللي عندنا واللي بتواجهنا ايه، وعايزين ايه، طلباتنا ايه. فان انا اتكلم معاها واتفق معاها، هي لعيبه كويسه جدا، عندها خبرات كويسه جدا. صحيح. وطلبت ان هي دي البنت اللي انا عايزها، ان هي تقدر تشغل الفريق او تتعامل مع الفريق، وكمان اتعاملت ان هي تكون تونسيه، بحيث ان ما تاخدش وقت كبير جدا ان هي تخش جواهم، ان هي بتتكلم طبعا اكيد عربي، وهي بنت كويسه. وكمان الفرقه بصراحه من اول يوم احتضنوها واتكلموا معاها وبداوا يخشوا مع بعض، عشان كده ما خدتش وقت كبير جدا ان هي تخش جواهم. يعني الانسجام حصل بسرعه. زي هو زي الكره تقريبا، احنا لما بنجيب حد ويخش وسط الفرقه بسرعه بيبقى عامل اللغه مهم جدا. البوزيشن ايه يا كابتن برضه عشان الناس تعرف؟ يعني مركزها بيلعب سنتر اوف، يعني بلي ميكر، وعندها خط خلفي، يعني هي بلي ميكر بس ممكن تلعب باك ليفت او باك رايت كمان، فدي عندنا مهمه جدا ان البنت تلعب في اكثر من مركز طبعا. وترى برضه زي كده رقم 10 عندنا قفشه باختراقات وتخش بيبي جوان وكده، ولا بلي ميكر توزع بس؟ ساره طبعا، ساره لعيبه كويسه جدا جدا جدا، وبصراحه كمان عملت الماتش اول امبارح ماتش الزمالك هايل جدا. ومعايا بقول لها طبعا قدام الناس كلها، طبعا هي ما بتزعلش مني ان انا باجي عليها، باجي عليها عشان مصلحتها طبعا، او باجي على الفريق كله عشان مصلحته، ان انا عايزين نكسب، عايزين نرجع امجادنا للاهلي تاني. الفرقه دي اتظلمت كتير، انا بقول لك اتظلمت كتير جدا. فالحمد لله احنا ماشيين بسيستم، وهم الحمد لله دخلوا فيه، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوا شكل جديد جدا في فريق السيدات الاهلي ان شاء الله. بيجي عليكي بيعمل ايه كابتن يحيى؟ احكي لي. لا بلاش. والله هي مش هي لوحدها بصراحه. انا عايزه انا ضغط عليهم علشان عايزهم بدنيا يعني، ولا يعني ساعات يبقى الجزء البدني او الكلام؟ لا انا كل حاجه بصراحه. لا هو كل حاجه بصراحه، ان انا عايزهم احسن من كده بكتير، ولما يكونوا احسن طبعا دي حاجه كويسه ليا وحاجه كويسه لنادي طبعا. مش اكتر يعني، انا عمري ما ان انا اكون ضد بنت او اي حاجه او اي لعيب، ان انا في المصلحه الاول هي مصلحه اللعيب ومصلحه النادي بس، هي دي النقطه. وانا اللي قلت يعني، انا اللي باجي عليها وباجي على بنات بصراحه جامد، وهم ما كانوش متعودين للاسف على حاجه زي كده، فالحمد لله دخلتهم جوه سيستم وبضغط عليهم عشان يبقى عندهم الاحساس ان هم يلعبوا ضغط ضغط دايما من غير ما يخشوا، ان هم كانوا السنين اللي فاتت ان هم كان عندهم ان هم بيكسبوا في اي وقت وحاجه كلها، فطبعا عشان كده حصل لهم الدروب يعني. هو بتقولي هو ايه؟ كنت بتقولي لا هو كابتن يحيى فعلا هو بيجي على اللعيب لما بيبقى عارف ان هو لسه عنده احسن،
ان هو لا هيدي احسن الدلع يعني بمعنى صح. لا مش دلع، لا لو سمحت يا كابتن يحيى دافع لا اقصد يعني هو عارف امكانياتي اكتر من كده، عارف ان انت عندك اكتر، فلا هيدوس لحد ما هتطلع يعني هتطلع. بيشتغل على الناحيه الناحيه دي كويس جدا. الطبيعي الطبيعي بتاع اي مدرب ازاي امتى يشد على اللعيب وامتى يرخي عليه وامتى يطلع منه القوه الانفجاريه بتاعته في المهاره او في البدني او الكلام ده كله. فاكيد المدرب بيبقى عشان توصل للمكان اللي انت تبقى مدرب مدير فني لازم يكون عندك الشغل ده، ان انت تقدر تتعامل مع اللاعبات او اللاعبين بشكل كويس. بس ازاي تعملها او التوقيت ايه؟ أيوة. امتى تشد على اللعيب وامتى تكله عشان يقدر يلعب يكون مستريح نفسيا. دكتور كابتن يحيى، بكره ان شاء الله في ماتش مهم جدا مع الجزيره، اكيد في تعليمات، انا عارفه ان انت اديت لهم تعليمات قبل ما يدخلوا الفقره دي. قول لنا ابرز التعليمات اللي اديتها للفريق. بص حضرتك النهارده كان التمرين بالظبط كان ساعه وربع ساعه، بس يعني جايين منه بالظبط. اشتغلنا النهارده على نقط القوه ونقط الضعف اللي هي الجزيره، وازاي هنلعب بالطريقه ازاي، وازاي هنقدر نوقف هجومهم، وازاي نوقف او نلعب عليهم ازاي. ان شاء الله الفريق انا عندي ثقه فيه كبيره جدا جدا من كلهم، وان شاء الله في تحسن ان شاء الله، وهتكونوا شايفين الكلام ده ان شاء الله مع الماتشات الجايه ان شاء الله. في تعليمات، انا اسف يا كابتن، في تعليمات اكيد خاصه منك كابتن يحيى لحارس المرمى صح؟ بتكون تعليمات خاصه، تعليمات مختلفه، اقصد امنيه. بص حضرتك هو الاول في كابتن صلاح هو مدرب حراس مرمى معاك. نعم ماشي، فاكيد بقى في بيني وبينه كلام ان لازم هنشتغل على الكلام ده اصلا. سكايت مثلا عايزين نشتغل مثلا الحته دي عنده امنيه، عايزين نزودها شويه، عايزين نضغط عليها في الحته دي، عايزين ان هي تتمرن كتير عليها وتشوف العيوب اللي عندها ونشتغل عليها. ميزه امنيه ان هي نوع اللعيبه اللي بتبقى مصره جدا على ان هي تبقى في منظر كويس شكل كويس، حتى لما تكون ممكن الماتش ده مش موفقه بتلوم نفسها، ودي حاجه مفيده جدا لاي لعيب ان هو يلوم نفسه ويشتغل على نفسه عشان يظهر بصوره كويسه في الماتشات اللي بعدها. ده مهم يا كابتن، وعايز اكلم حضرتك من نقطه مختلفه شويه. يمكن امنيه اول ما قالت ان الكابتن اول ما مسكنا قال لنا احنا لازم تظهروا بشكل متغير شويه، شكل مختلف شويه. هعرف من حضرتك الشكل المختلف ده ما بين قوسين عامل ازاي، وكمان تقول لي احنا عارفين فرقه الشمس من الفرق القويه، لكن ايه كمان الفرق اللي ممكن خلال السيزون عاملين حسابها بشكل كويس، الفرق القويه في الدوري واللي انت يعني عامل حسابها خلال مشوارك في الدوري؟ بص حضرتك انا الطبيعي علشان اي مدرب لازم يكون ليه سيستم معين بيشتغل بيه، كل مدرب ليه طريقته، ويشوف اللي هو نقط الضعف ونقط القوه اللي عنده اصلا وبيشتغل عليها، او نقط العيوب اللي عنده وبيشتغل عليها. ان انا ادخل الفرقه كلها في سيستم معين يشتغلوا عليه، لازم يكون اللعيب حتى وهو بيلعب يكون مستمتع عشان يبقى ليه شكل جمالي وهو بيلعب. يعني حضرتك لما تكون مثلا الله اللعبه دي حلوه لازم تبقى داخل في تكتيك مثلا، او داخل في شغل فني انت حضرتك بتعمله، فالحاجه بتظهر بصوره كويسه غير لما تكون ملعب عشوائي. يعني للاسف هو جزء في الفريق كان بيلعب عشوائي، وانا ما بحبش ان الفريق يلعب عشوائي، هي دي كانت النقطه. طبعا بالنسبه للفرق احنا عندنا فرق دلوقتي الهاندبول السيدات السنه دي صراحه كل فرقه دعمت من انديه ثانيه، او احنا مثلا جبنا لعيبه مختلفه، رجعنا مثلا غادي حسام حارس المرمى، بعتمد على الناشئات اللي هو مواليد 2002، عندي اربع خمس بنات بصعدهم من فريق الشابات، وده لصالح النادي وصالح ابناء النادي ان هم يخشوا بيندمجوا مثلا مع لعيبات الخبرات مثلا زي غاده، زي ساره، زي اميه، زي نصرة، زي موني. طبعا عشان كده اصلا عندنا اصرار ان احنا نعمل موسم جيد، وان شاء الله يبقى لنا على الثلاث بطولات ان شاء الله. موري امنيه طبعا صح؟ ده لعيب موري طبعا كل التوفيق فيك نيم، لكن يعني انا بقول كمان يعني المستويات، هل مستويات مثلا بتتكلم على الشمس، سبورتنج، الجزيره، سموحه، اعتقد دول من الانديه اعتقد انديه كويسه على المستوى. بص حضرتك في ثمان انديه في من الفرق دي كلها فرق محترمه، سكايت الجزيره والمعادي وسبورتنج وسموحه
والشمس الفرق دي كلها فرق كويس. طبعا الزمالك طبعا طور من نفسه كتير، هي 8 فرق بتلعب حد كلها، بس في 4 فرق بيبقوا جامدين عليهم، جامدين شويه. طبعا الحمد لله ان احنا من ضمنهم، ان احنا اصلا اوريدي احنا ابطال سيدات على مدار سنين كتير جدا، لاكثر من 25 سنه يعني. اكيد المنافسه هتكون قويه، فان شاء الله انا عايز البنات يكون عندهم الروح وعندهم الاصرار ان احنا قدامنا هدف. احنا اتكلمنا من اول الموسم ان احنا قدامنا هدف واحد، ان احنا نحصد البطولات ونرفع الدوري ونرفع الكاس ان شاء الله. بعد نهايه الدوري يا كابتن، في اول 4 فرق هتوصل لنهائي السوبر، مين تفتكر هيواجه الاهلي في النهائي ان شاء الله؟ بص حضرتك، حاجه الدوري ده رايح جاي. طب ماشي، من دورين هيختاروا اول 4 فرق، بس في حاجه ثانيه، في فريق مرتبط مواليد 2004، نتائج 2004 دي هتدي نقط معينه للفريق الاول. مثلا احنا عندنا كنادي اهلي مثلا مواليد 2004 كسبنا مثلا بطوله الدوري 2004 واحنا الاول، فبناخد صعدين للبطوله السوبر دي ب4 نقط. الثاني في 2004 بيدي نقط، انا قصدي ان هو بيدي نقط اضافيه للفريق الاول عشان ما يخش يبقى في فرق بين الفرق اللي كسبان 2004 تدي له نقط الفريق الاول. بس برضه بحكم متابعتك، مين الاقرب للوصول للنهائي؟ بص حضرتك حاجه، بنسبه كبيره جدا اول حاجه احنا في اهلي وشمس فرقتين كويسين جدا محترمتين بصراحه. في سبورتنج ممكن يخش في الموضوع، ممكن سموح يخش في الموضوع، ممكن في 4 فرق او 5 فرق يخشوا، 5 فرق بيخشوا في الموضوع ان هم يخشوا من الاربعه. كانت معادي، جزيره، الزمالك، سموحه، يخشوا في الفرق دي ان هو يخش من الاربعه. بس الاربع فرق دولت او الثمان فرق كلهم بنفسه ان هم يخشوا من الاربعه، وكل الانديه زي المعادي والجديده ان هم يخشوا بين، او الزمالك ان هم يخشوا من الاربعه، ده بيبقى بالنسبه لهم انجاز كبير جدا. اما احنا بالنسبه لنا كهدف هو الاول. اكيد دايما على مستوى كل اللاعبات في النادي الاهلي هو الهدف هو البطوله، والهدف انك تبقى دايما البطل، وده الاول في كل اللاعبات، يعني مش في كره القدم بس، في كل اللاعبات. وانا شايف ان الطموح حضرتك بدات تراجع الطموح تاني، يعني 25 سنه بطولات وبعدين في دروب دوت، دي بتبقى عمليه كمان انا شايفها يعني ممكن تكون يعني وارد جدا، وارد جدا ان السنه دي تقع منهم، لكن من خلال عينيهم شايف وانت بتتكلم يا كابتن ان هم لا، يعني هم ماشيين في نفس الخط، نفس الحماسه اللي حضرتك بتتكلم بيها، نفس كمان الاصرار ان هم كمان يرجعوا البطولات للنادي الاهلي. بص حضرتك، انت حضرتك كنت لعيب كبير وكنت محترف، فعارف ان المدرب عليه عامل اساسي وكبير جدا ان هو يدخل اللعيبه في وسط منظومه عشان تنجح. انت حضرتك كمدرب بتشتغل ليك هدف معين بتشتغل عليه هو الاول، النادي الاهلي معودنا طول عمره هو الاول بس. صحيح. دي حاجه ميزه على فكره، ان الولد الصغير من اول ما يدخل منظومه اللعبه في اي لعبه ان هو قدامه هو هدف هو الاول بس. واحنا قلنا من اول موسم هو هدفنا هو الاول بس، النادي الاهلي ما بيعرفش غير الاول، الثاني زي الاخير بالنسبه له. صحيح. وانا موصل الموضوع ده للاعيبات كلهم وهم عارفين الكلام ده كويس، عشان كده انا ضغط عليهم لمصلحتهم بس، هم عارفين حاجه زي كده، والحمد لله ان هم دخلوا في السيستم وان هم ماشيين عليه، وان شاء الله الافضل في الايام الجايه ان شاء الله دي. بثلاث ساعات تدريب صح في اليوم يا كابتن يحيى؟ لا هو مش موضوع ثلاث ساعات، هو موضوع ان انا ممكن عشان في لعبات موظفات، فطبعا الوحده لما تكون فيها جيم لازم يكون مثلا من ساعتين ونص لثلاثه، من ساعه جيم وساعتين هاند بول او ساعه ونص هاند بول، هم عارفين حاجه كده والكلام ده. طب ده كتير يا كابتن يحيى، وبعدين على بنات يعني يبقى هيبقى. قالت لي بس انا ما عنديش بنات، انا عندي رجاله. يا حبيبي صح صح والله العظيم صح. لا يعني انا يعني من الاخر، لا من واضح، من الواضح كمان ان بصوا المدربين شخصيات، في شخصيه وانتوا اكيد عارفين الكلام ده من خلال طبعا متابعتكم والمدربين كره اليد وكره يعني ما بتفرقش كتير عن كره القدم في شخصيات المدرب. في مدرب بيبقى عنده سيستم ونظام بيحب يطبقه حتى على المستوى البدني، هتلاقي التمرين اطول شويه، هتلاقي البدني اطول شويه، في مدرب تاني تلاقي الفني اكتر شويه. فاعتقادي لهذا الحماس من كابتن يحيى وانتوا كمان الاستجابه الاستعداد دي هتلاقوا فرحتكم، انتوا هتفتكروا التعب ده بتاع هتفتكروا مع اول بطوله، يعني التعب ده كله هيروح. فانا طبعا بحييك طبعا يا كابتن على الروح ديت، لان واضح جدا روح الاصرار
طبعا هم من التمرين مش قادرين يتكلموا، بس هنطلع منهم الكلام. عايزين نعرف منهم طبعا كان في مواجهه كتير يعني. مواجهه اول امبارح كانت بينهم بين الزمالك، كانت مواجهه قويه جدا، هنعرف تفاصيلها منكم. بس بعد طبعا ما نشكر كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى بنشكرك، وعارفين ان انت مش بتيجي عليهم، انت هدفك في الاخر وهم اكيد فاهمين ده، ان انت توصل بيهم للنجاح. هو ده عين النادي الاهلي، عين النادي الاهلي دايما على النجاح، دايما على رقم واحد. شكرا ليك يا كابتن يحيى. ميرسي جدا. شكرا ليك. شكرا. ميرسي جدا. شكرا. شكرا. مع السلامه. اول امبارح كان في مباراه مهمه ليكوا مع طبعا مع الزمالك 35-25 صحيح؟ الشوط الاول تقريبا هم كانوا يعني متقدمين في الشوط الاول، عملتوا ايه علشان يعني تعملوا الفارق ده في الشوط الثاني؟ ساره. هو كان احنا اولا كان الفرق وصل لستة، يعني احنا كنا 11-5 في وقت. احنا ما كناش في الاول ما كناش قادرين الملعب صح خالص. يعني ما كناش قادرين حته ان النص مثلا مقفول، فاحنا نبتدي نفتح الملعب نلعب على الوينجات، نبتدي ان احنا نقفل عليهم هم بقى في النص واحنا بندافع عليهم. ما كناش قادرين في الاول الملعب. بعد كده كابتن يحيى خد تايم اوت، اتكلمنا قال لنا هنعمل ايه الفتره اللي بعديها يعني، ونزلنا الحمد لله. يعني احنا نزلنا اخر 10 دقائق دخل فينا جون، واحنا جبنا لحد 12 يعني جبنا 7 جون. لا مش عارفه بصراحه. يا ده كتير. معدتيش. مش عارفه يعني. طب كويس. يعني عايز اسال امنيه، سؤال يمكن بيقولوا دايما في يعني حراسه المرمى نص الفريق ده في كره القدم، نفس المقولة بتطبق يا سارة؟ لا احنا عندنا برضو الجون نص الفريق، ومن كام يوم من كام يوم كابتن برضو بتاعنا كابتن ناصر قال لي لا هو زادت بقت 80%. قلت له بجد زادت؟ قال لي لا حسي بنفسك بقى، حسي انت مهمة. لا ده حقيقي، ده حقيقي. يعني اصل كمان انا متخيل يعني قولي حارس المرمى بتاع الكورة ممكن الكره تتشاط عليه من بعيد شويه، من لكن المسافات اللي انت بتتكلمي عليها في كره اليد، ان في واحد مثلا انفراد في كره اليد او سوري مش واحد يعني لاعيبه بتنفرد بيكي وانت بتطلعي بشجاعه، ده جزء مهم، واكيد صفه الشجاعه لازم تكون خاصه في حراسه المرمى يعني. فانت بتستقبلي ده ازاي؟ يعني هو تمرين ولا دي شخصيه ولا لا هو فعلا الجون فعلا لازم يبقى يعني هو بيبقى مثلا بيقابل، بيبقى فعلا لازم يبقى في حته الشجاعه دي. يعني هو تمرين، هو فعلا في الاول وفي الاخر تمرين. يعني انت بتشتغل على الحته دي. مثلا انا مثلا كنت من كام سنه لا مش بقابل، لا انا لازم يعني العب على الحته دي اكتر، اتمرن عليها اكتر. ففعلا زي ما حضرتك بتقولي تمرين. بتبقى اجزاء فنيه. وفعلا يعني هي يعني حاجه احنا بنعملها. مثلا انا بلعب هندبول من وانا عندي 6 سنين، فخلاص بقى انت بتكتسب اللعبه دي، انت مش بتفكر يعني. مثلا انت مثلا بتتفرج، حتى لو اتفرجت على مثلا تمرين ولاد ولا حاجه، حتى من غير ما تاخد بالك انت ممكن تعمل حاجه تقلدهم يعني. أوكي. فبتبقى حاجات كده مش انت مش بتفكر فيها. اوتوماتيك خلاص يعني. بقت اوتوماتيك فعلا. طبيعي بالنسبه لك يعني. سارة انتوا النهارده يعني خلاص لعيبه كبار، النهارده الفريق في مرحله احلال وتجديد، في لاعبات صغيرين في السن بينضموا ليكوا، انتوا طبعا دوركوا هنا ان انتوا تديهم تعليمات. بتعملوا ايه مع اللاعبات الصغيرين؟ يعني لما بيدخلوا عليكوا ايه ابرز التعليمات اللي انت بتحرصي او بتحرصي ان انت تديها لهم؟ هو طبعا اللعيبه الصغيرين لما بيطلعوا اهم حاجه بتبقى عندهم حته ان هم بيبقوا شويه ممكن متوترين، شويه خايفين طبيعي. شويه طبعا ده طبيعي. ودي يعني كانت برضو بتحصل فينا لما احنا كنا بنطلع بالزبط. لما احنا كنا صغيرين اهم حاجه ان انا اهديها، مثلا ضيعت كوره، عملت حاجه، عادي اهدي هتجيبي، ما تخافيش، ده ماتشك. اهم حاجه اشجعها، اهم حاجه اديها السبورت ان انت اللي هتشيلي ده، يعني دي بتاعتك انت طول عمرك كده، لا عادي العبي براحتك. يعني اهم حاجه للصغيرين، وان احنا حتى بنتكلم معاهم فيها ان هم يلعبوا براحتهم. عشان مثلا ساعات تلاقي واحده مثلا في فرقتها اللي هم مثلا 2002 تلاقيها في فرقتها سوبر جدا جدا، تلاقيها طالعه عندنا كشه مش عارفه تلعب، خايفه تغلط، خايفه تعمل اي حاجه. لا خشي غلطي، ضيعي، عادي مفيش مشكله، كلنا هنشيل بعض. بس هي دي اهم حاجه. كلنا كنا كده. وكلنا كمان من خبرتك وبدايتك. في جزئيه مهمه جدا، يمكن احنا كلاعيبه كوره على المستوى نتمنى طبعا، اول حاجه كان حلمنا نلعب للنادي الاهلي،
وبعد النادي الاهلي حلمنا ان احنا نلعب منتخب مصر، نمثل نمثل بلدنا. فوجئت كمان يعني اصدقائي في الاعداد بيقولوا لي ما فيش منتخب مصر. يعني ايه ما فيش منتخب مصر للسيدات يعني؟ لا ما فيش ده من ده زمان قوي. ده مش مأثر عليكم نفسيا نفسكم طبعا تمثلوا مصر يعني ايه امنيه؟ بس انا اقول لك من ناحيتي انا كنا من شويه من الجيل المحظوظ اللي خد الفرصه دي. يعني احنا من كام سنه مثلا 2014 ابتدوا يجمعوا يقولوا يلا يا جماعه هنعمل منتخب 96 اللي هو كنت جيلي عشان والله يبقى نواه للمنتخب الكبير. فانا كنت جيل محظوظ، فرحنا افريقيا ورحنا كاس عالم ويعني طبعا بالنسبه لي كانت اكسبيرينس احلى حاجه عملتها في حياتي. يعني كاس عالم ده انا اصلا يعني بقعد افتكر ان هو من احلى ذكريات. لا هو حلم. فحتى اختي اختي لا اختي قد ساره اكبر من احنا بقى الجيل اللي ما اتعملوش منتخب. فمنا دايما يعني اختي دايما بتحس ان هو انا طب انا كان نفسي انا لعبت يعني بلعب بقالي يعني دلوقتي 17 سنه او حاجه. لا يعني انا بلعب ديت عمري كله الهاندبول وحاسه ان ده كان حلم كان اي حد فينا كان من حقه يعني صحيح يعيشه يعني. طبعا هو ده سبب كبير ان ناس كتير بتبطل يعني فعلا. ده سبب كتير ان ما فيش الحافز الكبير. ان طبيعي اي حد بيلعب مثلا دلوقتي علشان ياخد مثلا طبعا بعد الدوري والكاس والسوبر والبطولات بتاعتنا احنا المحليه طبعا اخد بطوله عربيه اخد بطوله افريقيه اطلع كاس عالم مع منتخب طبيعي ده الطموح. طبعا ده الطموح. فلما انت خلاص توصل بقى ان انت جبت اخرك اللي هو سقف اللعبه انت خلاص كل سنه بنجيب الاربع بطولات او الثلاث بطولات على حسب من غير منتخب مفيش خبرات دوليه يعني هكمل مفيش تطور اللعبه خلاص ما بقاش فيها تطور في مصر عامه. طموح زي ما بتتكلم ساره ان هو خلاص طب انا هعمل ايه اكتر من كده يعني ما عنديش حاجه ثانيه اعملها ما عنديش حاجه. بس ده علامه استفهام يعني انا بالنسبه لي علامه استفهام كبيره ان مفيش منتخب ده يعني ليه يعني السؤال هو ليه يعني هو عندك ليه مش عندك اجابه يا امنا؟ بصراحه لا يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده. يعني هو حصل من من من, من مثلا من كام شهر كده كذا حد مننا لعيبه طلعوا وقالوا يا جماعه احنا يعني قعدوا عملوا فيديوز وجابت فعلا ردود على السوشيال ميديا جابت ردود فعل قويه قوي. كنا مستنيين بقى منها رد فعل بقى من المسؤولين عامه بس ما خدناش اتحاد الاعلام بس ما كانش في اي رد خالص بالعكس يعني انا حتى كل الردود اللي كانت نيجاتيف قوي كانت ردود شويه بتقلل مننا يعني كان ايه الردود بتيجي عباره عن مش إيه؟ فاكره قوي بصراحه بس يعني اللي هو انتوا عملتوا ايه احنا يعني جربتوا عملتوا ايه طب ما هو دي بتبقى سيستم ده بيبقى قصدام طبيعي ان انا انت عملت لي منتخب النهارده ما تطلبش مني بطوله بكره بالظبط يعني ناس بتقعد سنين عشان تشترك مره واثنين وثلاثه انت تتولى انا بالظبط يعني احنا مع النادي الاهلي طلعنا بطولات عربيه وطلعنا بطولات افريقيه كان من ثلاث سنين او اربع سنين طبعا شكلنا اول بطوله غير تاني بطوله غير تالت بطوله غير رابع بطوله ده طبيعي بالظبط انا يعني احنا رابع بطوله خدنا ساعتها ميداليه برونزيه اللي هو احنا يعني ان شاء الله مكملين على التراك ده طبعا. ان احنا ممكن بعد كده ناخد بطوله عربيه او ناخد بطوله افريقيه مثلا معانا دلوقتي سندس ممكن نجيب المحترفين بتوعنا اللي بره وناخد فعلا بطوله افريقيه ده طبيعي معانا مع النادي. لكن فين بقى المنتخب؟ فين حتة ان انا البس تيشيرت منتخب مصر؟ ما دي من هنا من البيت الكبير خصوصا ان احنا عندنا محترفات كمان يعني عندنا امكانيات لكن من البيت الكبير انا برضو وسام وفريق الاعداد بجد بنناشد الاتحاد لان دوت مش على يعني انت بتحرم جيل كامل من انه بيبتدي فلينة منتخب مصر منتخب بلده ده شرف وحلم لناس كتير بتتعب علشانه عشان توصل له. ولو كان في جزئية اصل مش عايزين نتغلب كتير من فرق افريقيا
فاعتقد دوت يعني للاسف اجابه غير مقنعه بالمره، لان لازم تدي خبرات ولازم تعمل الجزء ده. لو السنه دي هنخسر فرق 20، السنه الجايه هنخسر فرق 5، السنه اللي بعديها هنكسب وهكذا. فنداء طبعا للاتحاد الكره لكره اليد انها تهتم كمان بالمنتخب، تديهم الفرصه. طبعا تديهم الفرصه باختصار. أكيد يعني. بس كره اليد دي لعبه عنيفه جدا، والدليل يا كابتن هاني مش عارفه شايفه ولا لا، الغرزتين اللي في وش ساره مش شايفه. لا اخذتهم بعد التمرين حبيبتي. احكي لي سبب الاصابه دي، وريهم لي فين. انا شايفه اختموني لعبت فين. لا 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 بجد. احكي لي بس السبب. لا ده هو كنا في التمرين ده اختموني بسمع. بيقولوا لي محمد بيقول لي رقيقه جدا. ايوه والله. لا يعني دي غلبانه بس واضح جدا. واضح جدا. لا 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 هي جميله. قولي لي حبيبتي فين الغرزتين شايفاهم. هنا في حواجبي. معلش هي لعبه عنيفه عامه. بس انت اخذتيهم اخذتها في تمرينه مش اخذتها في تمرين بقاعها كنت بدافع عليها وهي بتشوط كملت بقاعها، فانا عندي الحته دي اتفتحت خدت فيها غرزتين. خلي بالك اضعف حتت في الخط ناحيه يعني الحجم. طبعا احنا اتفتح الحاجات دي ودماغنا وبتاع عادي، لكن هي لعبه عنيفه. لا هي بنتي يعني ما انت بتتكلم فيه يعني الا عادي. مامي اهم حاجه مش عادي هتبان بعد كده. وريني استحيلي بقى بسرعه كده. لا قلب سلام عليكي، لكن ده طبعا وارد في وانتوا اكيد بقالكم سنين. لا احنا عامه عايزه اقول لك هيبقى بالنسبه لنا عادي يعني. حبيبتي اتعودت. خالص يعني انا كلمتها اصلا ساعتها، فانا كنت رحت التمرين يومها فبكلمها اقول لها ساره تمرين امتى؟ بتقولي مش عارفه. قلت لها ايه اللي مش عارفه وانا سايباكي في التمرين ليه؟ فقعدت اقول لها. بتقولي اصل انا بخيط بس غرزتين. قلت لها ما استغربتش. لا قلت لها ايه اللي حصل وبتاع؟ قالت لي منا بقى خبطتني. قلت لها ما حصلش اي حاجه. وانت حارس مرمى الانفرادات بالذات يعني جزء الانفرادات بحراسه المرمى في كره اليد في الشعر تاخدها في لا بص هو اكتر حاجه يعني فعلا الكوره اللي في وشي صعبه جدا يعني. انا يعني هي بتبقى بتوجع في لحظتها بس خلاص بعد كده يعني مش حاجه بتكمل. عامله زي الاخطبوط يعني يا كابتن تفتح ايده ورجله. طبعا يعني حراسه المرمى في كره اليد بتبقى حاجه انا شايف انها حاجه محتاجه جراءه جدا، محتاجه شجاعه، ومحتاجه كمان عين كويسه وبوزيشن كويس. لان ضربات الجزاء على فكره ضربات الجزاء كمان اصعب. صح صح. هو تقريبا كم؟ 6 متر؟ هم 6 متر 7 متر. ويبقى طبعا الموضوع بالنسبه لك صعب زي حارس مرمى كره القدم كده. ضربات الجزاء بتبقى 1% ليكي و99 ولا بتبقى النسب اقل شويه؟ لا انا حاسه النسب اقل شويه. هي 90% يعني 90% يعني 90% ايه اصعب ماتش لعبتيه في حياتك يا ساره؟ اصعب ماتش لعبته في حياتي ماتش كاس. انا بالنسبه لي كاس برضه. ماتش كاس اللي قعدنا لعبنا فيه فيصل كتير. قعدنا نتعادل ونلعب فيصل ونتعادل ونلعب فيصل. طب اشرحي لنا التعادل وبعدين ايه فيصل تلعبه 5 دقايق يعني اكسترا ولا بتلعب. الاول الماتش خلق هو الماتش ده كان فاينل يعني هو لازم يخلص حد كسبان. فاحنا قعدنا خلصنا الشوط الاولاني، الشوط الثاني خلصنا الماتش خلص تعادل. بعد كده لعبنا 2 اكسترا تايمز خلصوا تعادل. بعد كده 2 اكسترا تايمز تانيين، اول واحد خلص تعادل فلعبنا الرابع. اربع اشواط جبنا الجون في اخر ثانيه. بس ده بيبقى ليها فرحه ثانيه خالص. يعني انا في اعتقادي الماتشات اللي بتبقى بتوصلي وتتعادلي وبعدين تتعادلي وبعدين في الاخر خالص في اخر ثانيه تكسبي احسن ما كنت نهايه الماتش في الدو يعني في الشوط الاولاني بفرق يعني الاحساس نفسه بيختلف. لا هو احنا اصلا لما الماتش ده خلص هي ثانية فعلا يعني هي صفارة الجون مع صفارة الماتش يعني. أول ما الماتش ده خلص احنا الالتراس كان في الناس كلها في الصالة كانت بتتهد. هي بجد كانت بتترج رجة مش طبيعي. والناس كلها نزلت من المدرجة جماهير بقى بالتراس بكله نزل تحت في الملعب فرحة طبعاً. يعني فرحة مش طبيعية. حياتي كلها ما كنتش شفت ستريس في ماتش قد الماتش ده. الماتش ده كان فعلا متعب جدا اعصاب. وكان ساعتها ما كناش لسه متعودين نلعب في التراس. كان في كان ما كانوش بيجوا. وبعدين الماتش ده كان اول ماتش يجي التراس مليانه طبعا. اللي كان على الاستاد كان كله ناس فكان جو يعني وفاينل واحنا عامه دي كانت برضو عمرنا ما كنا خسرنا ولا قربنا من حد قبل كده. احنا كان دايما عندنا فروق ما بين يعني الفاينل ممكن نكسبه 5-6 مستريح. فانه نلعب على طول جون بجون يعني اكسترا تايم والحاجات دي فبرضه كانت
كان متعب قوي بالنسبه لنا الماتش ده. مهم تفاعل الجمهور قوي. صحيح ما بيحضرش الماتشات دلوقتي بس اكيد لمستوه في وقت، ودلوقتي كمان افتكر في تفاعل ما بينكم ما بينهم على التواصل الاجتماعي. لا الجمهور عامه متابعنا قوي، يعني انا دايما مثلا اخلص ماتش فالاقي كذا حد بعت لي ويقول لي كنت كويسه النهارده، مش عارفه اتكلمي مع الفرقه، احنا في وراكوا، احنا في ظهركوا. طبعا الكلام ده بيبسطني قوي. طبعا يعني. طبعا انت يا ساره ايوه فعلا احنا لما لا هي طبعا بتفرق قوي يعني. لا وبتفرق قوي كمان لما حد يكلمني انا اللي هو انت عملتي كذا في الملعب وكان حلو قوي وبرافو عليكي والمره الجايه بقى احسن ومش يعني بعد ماتش الزمالك لا يعني ناس كتير قوي كلموني اللي هو كان لا برافو كملي انت عملتي فرق انت طبعا دي بتديني بوش مش طبيعيه يعني. فببقى عايزه ان انا انزل بقى الماتش اللي بعده لا اكون احسن واحسن ان شاء الله يكون احسن واحسن يا ساره. ميرسي يا امنيه. ميرسي كل التوفيق ليكم. ميرسي يا ساره نورتونا. ميرسي يا ساره امنيه شرفتونا. وتحياتنا طبعا تحياتنا لكل باقي الفريق اللاعبات واكيد طبعا سمان دلوقتي بيشوفونا احنا بنوجه لهم تحيه وان شاء الله يعني مستنيين منكم يعني اربع بطولات باذن الله تحققوها دايما ودايما النادي الاهلي رقم واحد. شكرا جزيلا. بعد الفاصل كابتن الكبير شريف عبد المنعم اتفضل. قمة أفريقية بنكهة مصرية على استاد القاهرة والمتعة للجماهير. برج العرب استاد برج العرب على استاد برج العرب طبعا في اسكندرية. الحوار النهاردة مع واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين اللي دايما أنا على المستوى الشخصي بستمتع برؤيته وبتحليله الفني للأحداث والمباريات وبنسعد بتقييمه للأحداث كمان ولكل الظروف المحيطة في النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام. رحبوا معنا في البيت الكبير بنجم الأهلي كابتن شريف عبد المنعم. أنا كابتن شريف نورت. كنت عايز تقديمة دي منك أنت. ليه؟ إشمعنى؟ يعني شفت بتقدمني إزاي يا هاني؟ يعني ايه كنت عايز التقديمه دي منه؟ لا بس نفهم كابتن شريف ده انت يعني ايه كنت يعني شفت التقديمه عامله ازاي؟ مالها؟ قاعد مش عارف اعمل معاها ايه بقى. يعني انت دايما عايزين جمهور عشان كان يسقف. والله العظيم لا انت تستاهل اكتر من كده. الحمد لله تمام كويس. تابعت الماتش؟ تابعت في تايم الثاني كده. رؤيتك ايه للماتش يا كابتن؟ والفاينل زي ما احنا قلنا نكهه مصريه 100%، وانا في اعتقادي الشخصي هتبقى مباراه كبيره ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي ان شاء الله يتوج بالبطوله، لكن عايز اعرف رؤيتك للجزء اللي انت شفته فوز الزمالك وهو دلوقتي الطرف الثاني في النهائي مع النادي الاهلي. هو بصراحه اقول لك على حاجه، انا شفت الجزء الاول الاهلي والزمالك هناك في المغرب. الاهلي فتح نفس الزمالك صحيح المباراه الاولانيه، فنزل الزمالك براحه نفسيه الحقيقه وشاف ان الاهلي عمل مباراه كبيره جدا هناك في المغرب. الرهبه راحت، لعبوا بايقاع كويس جدا اذا كان على مستوى الشوط الاول والشوط الثاني، وكان ليهم الاسبقيه واحرزوا هدف وكسبوا 1-0 ورجعوا رغم الغيابات طبعا اللي كانت موجوده. والفريق اللي كان موجود الرجاء اللي هناك غير الفريق اللي احنا اتفرج عليه النهارده الحقيقه، يعني فريق ثاني خالص، يعني انتشار ثاني، تحكم في الكوره، الملعب فرق معاهم ولا ايه انا مش عارف. كان ليهم الأسبقية زي الزمالك بس ما قدروش يحافظوا، ما كانش فيه خاصة يعني في الشوط الثاني يا كابتن شريف. ايه اللي حصل في الشوط الثاني للرجاء؟ الخط بره الجهاز الفني ما قدرش يتحكم بعد الهدف اللي جابه في الإيقاع اللي هو كان بيبتدي بيه المباراة. كان ضاغط على نادي الزمالك، كان بيمرر الكرة، مفيش ميسنج باس، مفيش حاجات كتير، فكان كان ليه السطوة، كان ليه الوجود في الملعب، كان ليه تحرك من الأطراف، الناحية اليمين كانت شغالة كويسة قوي والناحية الشمال، وضيع ضاع منهم كذا هدف الحقيقة، واكتفوا بقى بعد ما جابوا الجون يعني ورجعوا. الريتم قال لي الريتم قال وحسيت إن في تعب حصل في نص الملعب من حوالي 60 دقيقة حاجة زي كده، فكان لازم التغييرات اللي هو عملها في الآخر دي كانت لازم تبقى سريعة جدا، عشان كده هو منع على الخط كان لازم يحس بالوجود ده. الزمالك رجع ابتدى يهدى وابتدى يستخدم العناصر الجيده اللي عنده، عنده بن شرقي وعنده احمد سيد زيزو، دول من الناس المتحركين كويس قوي وبيفهموا، وعنده الثبات الدفاعي برده في نفس الوقت، يعني
لما بيروح يهجم عنده مش مثبت الناس بتوعه وطارق حامد مثبت نفسه بيلعب باداء النهارده انه مش عايز ياخد انذار عشان مباراه القمه ومصطفى محمد كمان ومصطفى وزي ما يكونوا حاسين ان هم في اي وقت ممكن يحصلوا على يعني يحصلوا على تعادل على هدف يعني مش معقوله مش هيجيبوا هدف يعني وكان ليهم الهدف وهدف كويس بس اعتقد ان كان انا مش عارف الفار راح فين في الماتش ده ولا مره الحكم راح للفار يعني كان دايما بتيجي اللقطه انه يعني بيسمع بس ما كانش ما كانش ضد الزمالك يعني عموما يعني هنا وهنا هو انا يعني يمكن انا ما شفتش غير يمكن ال 40 دقيقه الاولى ما كانش في حاجه تستدعي حتى كان في شك في حاجه لكن هو الفار لما بيقول له تعالى بص على حاجه بيبقى فيه لكن خلينا نتكلم في الاطار الاخر انه طبعا دلوقتي عندنا النادي الاهلي ونادي الزمالك لاول مره اعتقد في يمكن في التاريخ ما اعتقدش هتتكرر تاني ان يكون النهائي ما بين فرقتين من دوله واحده على ارض هذه الدوله مصر وده شيء نفتخر بيه بصراحه يعني يعني كلنا نتمنى اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يتوج لكن خلينا نتكلم في النقطه كمان الايجابيه ان احنا على ارض مصر البطوله مش هتخرج من بلدنا يعني يعني هو كمان في احساس خدت بالك انا كاهلاوي اتمنى طبعا ان انا احصل على البطوله التاسعه بتاعتي وافريقيا باذن الله بس برضه يوم صعب على الفرقتين يعني طبعا يعني حرام ان في فرقه افرض ضربات جزاء مثلا وفرقه كسبت يعني ما هيبقى يوم صعب على الفريق اللي هيخسر ملوش اي ذنب بس الكره بقت في ملعب اللعيبه يعني اللعيبه دلوقتي هي صعب تتكرر بصراحه طب اتفضل يعني دلوقتي الصراع شرس على اللقب بتقرا سيناريو المباراه ازاي يوم 27 قراءه فنيه بحته وانا عارف يعني دلوقتي اجهزه فنيه قاريه بعض كويس قوي يمكن موسيماني قاعد واتفرج على نادي الزمالك النهارده فتيح القوه فين فتيح اللي يقدر هو يخترق منها ويقدر يحدد رمز البطوله بالنسبه له زي ما لعب في مفهوم سهام واني لعب ازاي مع الوداد في الوداد ايوه الراجل عنده خبره عنده شكل طلبه عنده لعيبه معينه بتنفذ له يمكن 70-80% من اللي في دماغه عنده دكه بره تقدر تعوض اي شكل يحصل في المباراه المباراه دي 90 دقيقه ومحدش بيعرف ايه اللي هيحصل فيها ممكن يبقى لك سطو كبير قوي مكسب كبير زي ما كسبت قبل كده 3 والزمالك عوض باثنين قبل كده فمباراه الاهلي والزمالك دي ما بتبقاش متوقعه مش متوقعه في الاهداف يعني اللي بيتوفق واللي بيعرف يعني يعني يكون بيحافظ على الفرص اللي بتجيله ويترجمها لاهداف هو ده عنوان البطوله يعني صحيح. فالفتره الجايه بقى الاعاشه اللي جايه اللي احنا ازاي عايشين الفتره اللي جايه ازاي بنبص للمباراه كلها بنبص من غير تعب اعصاب بقى من غير حاله نفسيه فيها توتر من غير اي حاجه من غير انك انت رايحه المباراه دي الناس كلها دلوقتي اذا كان هنا او هنا يعني قلقانين برضو يعني مش فريق بقى اللي هو متحكم في فردياته في جمعياته في التركيز الشامل ازاي العب الباس السليم ازاي ابقى الكوره بتجيلي ما مش متوتر مش عصبي ما بعصبش اللي جنبي لعيب غيري غلط انا اللي بعوضه وبجري الروح واعتقد مستر موسيماني يعني يعلم الحاجات دي كلها وزرع الحكايه دي اول ما جه يعني الراجل اول ما جه الحقيقه يعني زرع فينا حته الروح دي بالزبط. وبقيت اشوف شي حد بيرجع اوتوماتيكلي واجاييه وجيرالدو حتى لما بيلعب بقت في حاله تعويضيه خدت بالك ما فيش حد بيبص على اسماء كله بقى بيعمل شغله وشغل غيره وانا كمان عايز اتكلم في دورنا كمان كابتن شريف ويمكن احنا خارج الاطار يعني انا بتكلم على دورنا هنا كاعلاميين او كقناه النادي الاهلي وحضرتك بنتكلم على جماهير النادي الاهلي هي مباراه كبيره لكن عايزين حتى نوع من الهدوء شويه لان انا متوقع في السوشيال ميديا خلال الايام اللي جايه هيبقى في موجه كبيره جدا من الاثاره وموجه كبيره جدا ده كل واحد عايز فرقته تكسب بشكل وده طبيعي لكن خلينا احنا يكون الاداء هادي شويه على السوشيال ميديا مش عايزين نوتر لاعبتنا بشكل عايزين ندي الثقه للاعبتنا والثقه دي هتيجي من خلال الاداء اللي شفناه في ماتشين الوداد ومن خلال كمان خبرات لاعبتنا ونفسي تيجي كمان من خلال الجماهير ان يكون في ثقه في يعني مش صمت لكن سبورت للعيبه بتساعدها بشكل كويس مش عايزين تبقى الامور يعني توصل مباراه مهمه واحنا عندنا ثقه فيهم وندخلهم المباراه بشكل هادي وده مهم جدا الهدوء يا كابتن في المباراه النهائيه مما لا شك فيه انها هتبقى مباراه مصيريه حقيقي.
مش سيمي فاينل مثلا ولا دور الثمانيه، ما كانش حد عليها حقيقة. بطوله من نوع خاص، هي دي بطوله من جميع الوجوه الحقيقه. بطوله قاريه، بطوله على المستوى الشخصي، على المستوى المنتدى، على مستوى كل حاجه هتلاقي فيها، على مستوى الظروف يا كابتن شريف اللي واجهتك كمان طبعا. انت النهارده لما كنت بتتكلم على الموسيماني، موسيماني قعد 4 سنين مع سان داونز عشان يحقق لقب دوري الابطال، انت النهارده في اقل من 25 يوم موسيماني عمل شوطين كويسين جدا مع الوداد في اقل من 25 يوم بنتكلم. انا هاخد من كلامك موسيماني عمل لنفسه سمعه افريقيه كبيره جدا كبيره جدا طبعا. لدرجه ان انا النهارده بيتكلموا عنه في جميع المحطات وفي كل حته، يعني بيتكلموا ان هو بقى اكيد بقى مرشح انه يمسك جنوب افريقيا، منتخب جنوب افريقيا منتخب جنوب بقى قريب قوي، يعني في لعيبه بتطلع تتكلم عنه دلوقتي من جنوب افريقيا، كل الناس فرحانه له ان هو ازاي كان بيلعب في دور الثمانيه وبعدين بقى وصل للفاينل بعين ذكيه جدا ورؤيه حقيقه اكتر من عبقريه بتاعت النادي الاهلي ان هي تجيب مدرب زي ده في الوقت ده، يعني قدر يتغلب على الوداد واحنا كنا عارفين قوه نادي الوداد شكله عامل ازاي بالوعود بقى هاني اللي اتعملت بكل أيوة. حاجه، فان هو كان عنده الكارج والروح وازاي حبب اللعيبه فيه ودخل كده في وسطينا اكنه مصري يعني أيوة. اكنه عربي يعني مش هنقول افريقي يعني اكنه حد مننا كده، وسهل قوي يتكلم مع اللعيبه وسهل يسال عليهم وسهل يجيبهم وسهل يوصل المعلومه لنفسه للعيب ويعرف امكانيات اللعيب كويس قوي ويديله الشغل اللي اشتغل عليه، وبيتامل هو ان هو شايف عنده لعيبه كبار كبيره قوي، يعني هو جاي على اساس اسم كبير ولعيبه كمان محترمه جدا، هو شايف ان اللعيبه دي تقدر ترفع اسمه تقدر تتوج له بطوله في حياته يتمناها طبعا تاني يعني اكيد، وهو أكيد. صاحب بطولات الراجل كمان يعني على مستوى طبعا على مستوى السي في بتاعه، يعني هو بياخد بفرقته على طول بطوله الدوري 7 مرات وواخد افريقيا قبل كده، ويعني عنده من من العلامات اللي هي صاحب بطولات، يعني مش هتبقى بالنسبه ياما جالنا ناس زي كوبر مثلا وزي ناس كتير قوي شفناها بتوصل فاينل كتير بس مش عندها التعامل مع المباريات النهائيات ما تبقاش حظ، عايز اقول لك ملوش حظ فيها مثلا يعني مش هقدر اقول ان فرقه بتلعب بطوله كامله وما اعرفش بتيجي على هفوه في الاخر، توفيق بقى التوفيق ده بقى مهم جدا. حضرتك اتكلمت على نقطه مهمه كابتن، والنقطه اللي من دلوقتي بقى الاستعداد ل 27 نوفمبر احنا عندنا طبعا في تجمع المنتخب خلال الفتره اللي جايه، عندنا ماتشات من 14 و17 ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا، فاحنا حتى لعيبه النادي الاهلي وعندنا اللعيبه الدوليه حتى الافارقه هيرجعوا 18 19، فهتبدا تقريبا انت عندك من يوم 10 اساسا لغايه يوم 27 انت عندك اسبوعين او استشفى 10 ايام تشتغل فيهم، مطالب انك تشتغل فيهم على المستوى البدني والتكتيكي والنفسي كمان. دي قلتها انت، الاجهزه كلها بتشتغل، الاجهزه الطبيه والاجهزه البدنيه والاجهزه الفنيه واللاعب نفسه كنترولنج على نفسه في كل حاجه، بيروح التمرين ويرجع من التمرين اللي هو الاقوى بقى بعد التمرين، ازاي بريح جسمي، ازاي باكل مظبوط، ازاي بنام مظبوط، ازاي بعيش وافكر واتفرج على ماتشات واعمل ابجريد لنفسي، يعني انا واحد من الناس هم كنت عشان اتفرج كده اشوف الناس اللي بتلعب بره احسن مننا في ايه، كان ايامنا احنا احسن مننا في الملاعب في الادوات في حاجات تانية، بس احنا كلعيبة ما احنا عندنا نفس الباور وعندنا نفس السرعات وكان عندنا نفس كنت بتبص على مين يا كابتن؟ كنت بتفرج بقى على الارجنتين ايامها وعلى البرازيل ومش البرازيل والتالنتد اللي هي عندها ازاي يطلعوا يسحفوا كمان مش زي السرعات اللي كانت عندنا احنا، هولندا انا مثلا كنت عايش الكرويف فبقعد اتفرج على كرويف ده بيعمل ايه؟ وبيسحبوا كرة ويدوروا الكرة ازاي ويرجعوا ازاي ويعملوا زيادة العددية ازاي؟ فاكر ريمون دياز ده اللي قلبوا الدنيا عليه المدرب اللي كان كان على طول بيعمل الورقة الاوفرلاب دي، انا فكانت بتساعدني اول لما بلعب مع كابتن محمود الخطيب وهو معاه الكرة ورايح ومفيش اروح اعمل له من يروح حاططها لي مثلا، اروح انا رايح حاططها بوش رجلي زي دياز او مصطفى عبده مثلا وهو بيجي يروح عاملها يروح طاير عاملها بدماغي، كنت يعني بتفرج اللعيبه تعيش المباراه من بدري يعني تبقى تدخل نفسها في مود المباراه، مفيش غير الكوره دلوقتي ما عندناش اي حاجه ثانيه يعني لو اهم حاجه ان انا ابقى سليم ان شاء الله المباراه دي طبعا وانا الحاله البدنيه بتاعتي سليمه للمباراه صحيح، هي دي يعني علي معلول كلنا بنفكر فيه في الخيال دلوقتي انه راجل عنده شد مثلا او عنده عضلات مرهقه ازاي يوصل ليوم 27 ده
بكامل مع شغله اللي هيروح بره ويرجع تاني منتخبات اللعيبه دي كلها اذا كان بالنسبه للاهلي او الزمالك يعني هي دي روح المدرب يعني المدير الفني هم دول اللي هيشيلوا النهارده يعني تتفرج على نادي الزمالك النهارده تحس في تعب في ضغط نفسي على اللعيبه وهي واقفه بتنقل الكوره برده مش مستريحين لما جابوا الاهداف وخلاص فكت الكوره وابتدوا يشوفوا بعض وابتدوا يحسوا بان الدنيا والهدف اللي هم جايبينه معاهم من هناك المغرب فارق معاهم كتير قوي اكيد ونفس اللي حصل فينا ان في مع الزمالك احنا برضو كنا جايين كسبانين 2-0 وكنا قاعدين نقول الوداد فرقه جامده وما عجبش موسيماني على فكره الشوط اللي هناك يعني في تصريح من تصريحاته يمكن قال لك لا ده مش افضل اداء للاهلي بالذات في الذهاب هناك انا عايز اقول لكم على حاجه احنا ياما اتحطينا كتير قوي في موقف اهلي وزمالك ده يعني مش فاينل بس كتير بيبقى لازم ديسايد لازم نكسب الماتش ده عشان ناخد الدوري او على الاقل نتعادل بيبقى في قرارات كده بتبقى جوه اللعيبه ازاي بيحضروا نفسهم هم اصحاب القرار دلوقتي لاعب تحس ان هو بيعمل سبرنت ما بيحسش عضلاته شايلاه يومها هاني وانت عارف الكلام ده بيفكر صح اندرلين بيخش والدنيا بيفكر صح وعنده السبورت وعنده التحركات وعنده فرايتي كتير قوي وهو ماسك الكره 2 3 4 بيتحركوا وبعدين ايه لما الكره بتمشي كمان يطلع لك واحد حاوي زي حسين الشحات يرقص واحد ويعمل تاني وبعدين يجيب الكوره فتكسب معنويات كبيره قوي والغير تحصل له حاله نفسيه داون بريك يعني بريك داون زي ما بيقولوا تديك انت الاكتر تديك انت الحريه ما تتعورش تلعب الكوره من لمسه واحده كل ده بيحصل لما بتتفوق انت وربنا بيدي لك بس ليه كابتن الامتياز الاول في المباراه يعني ليه موسيماني قال كده قال ان الذهاب كان افضل وده يمكن كان على عكس رؤيه الجماهير شويه وانت كمان لما الذهاب تجيبي في جول في اول 4 دقائق هو بضغط بمفهوم هو رايح له فيلاقي الضغط جاب نتيجه فقال لك انا ماشي صح في كل حاجه مشيت صح الدفاع بتاعه كان ماشي صح هو مش عايز اكتر من الهدف كمان لا ده جاب هدف تاني وبنالتي وقبل البنالتي مضيع كمان فشاف ثغرات في ممكن يستغلها في المنافس يقدر بقى ايه هنا في مصر على ارضه ده هو كان متضايق كابتن ان احنا ما كسبناش اكتر من 2 يعني حتى هو بيقول احنا طبعا يعني كنت كسبت 3 كان فاينل يعني خلاص بالنسبه له انا لو قادر اكسب 2-3 ويعني طبعا مع احترامنا للفريق الوداد لكن هو كان شايف فرقته هناك في المباراه قال لا انا طبعا مبسوط من النتيجه كويسه لكن كمان مش مبسوط ان احنا كنا ممكن نكسب 3 أو 4 فدي تدينا شخصيه موسيماني شويه حاجه عند نقطه معينه كابتن تحضير اللعيبه نفسها كمان وعلى المستوى اعتقد ماتشين بتوع توجو كمان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك كمان ممكن جدا يعني تكون دي كمان حاجه بتاهلهم للمباراه النهائيه لان انت خلاص مفيش دوري والكاس مش هيتلعب ففي الماتشين دول كمان على المستوى الفني بيلعبوا باسم منتخب مصر مطالبين كمان ان احنا نكسب الماتشين دول فده كمان شايف ان دوت على طريق استعداد اللعيبه للمباراه النهائيه بص هقول لك حاجه هاني بالنسبه للمنتخب احنا يعني محمد صلاح وتريزيجيه وكوكا دول 3 مش موجودين في الاهلي والزمالك ده خطينا هم دول شكل يمكن يتعامل بيهم حسام بدري يعني نص الملعب هو ده اللي هتبتدي تشوف مين من نادي الزمالك ومين من النادي الاهلي ده هيبقى النني تقريبا هيكون موجود النني يعني. هيبقى لعيب من هنا ولعيب من هنا مظبوط كده وفي هيجي احمد حجازي ورا يبقى مع محمود علاء مثلا ناحيه الباك رايت هل هو خد مين انا مش فاهم لا هاني محمد هاني خد محمد هاني مفيش محترف نادي يعني لو بتتكلم عن محترفين يبقى انت بتتكلم على خط النص بتتكلم على حجازي ده في خط الخط عندك 5-6 محترفين هتستعيد هم 5 اللي جايين فعلا 4 من مصر والباقي برضو هتلاقي منهم محترفين ما اعرفش خد محمدي ولا مغربي لا خده. هو خد حجازي وخد تريزيجيه وخد صلاح وخد النني واحمد حسن كوكا 5 5 دول هيلعبوا وانت يعني محتاج معاك الشناوي او ابو جبل انا ما اعرفش هو بالنسبه له حاجة. يعني في 6 من اللعيبه المحترفين في 6 مصريين 3 كده و3 كده ان ما كانش هيبقى واخد حد من اي نادي تاني هيكون ليه حظ المشاركه فهو نص الملعب عندك والطرفين هم اللي هيبقى واحد من الزمالك مثلا وواحد من الاهلي هتلاقي هنا 3 وهنا 3 3 دول اللي هيكون ليهم الشرف ان هم هيلعبوا قدام توجو هم دول اللي هيبقوا خلاص يعني برضو انت محتاج صحيح. ان اللعيبه في الفتره دي يكون
وصلوا قبل ما بيوم 27 الاحساس بالسبرنتات، الاحساس بالمباريات، الاحساس بالضغط النفسي، الاحساس بكل حاجه، الاطمئنان على حالته البدنيه كويس قوي. فده برضو احنا محتاجينه، احنا مش رافضين ان هو يبقى موجود. فانا بص بكلمك وانا هادي كده وعايز اهديهم معايا. فاكر احنا بنقعد، فاكر انا قلت لك احنا هنكسب كام في المغرب؟ قلت لك 2-1. قلت لي 2-1 دي حقيقه. قلت لك انتوا قاعدين تقولوا نتيجه ايجابيه 1-1 0-0. قلت لها يا سام هو مفيش حد قال ان الاهلي هيكسب 2-0. انا بقول لك بقى احنا هنكسب 2-1. أيوه. وهقول لك حاجه في اخر البرنامج، قلت لها هنكسب 2-1. احساسي ان انا عندي الامكانيات اللي موجوده في الملعب، وحاله الوداد مش هي اللي انا كنت متوقعها، مش هي اللي انا شفتها. مش ده فاكر لما انت معنا الكابتن محمد حشيش وكتبنا مسكتوني انت وحشيش، قلت بس احنا طلعنا التشكيل الصح. محمد انتوا صح، ما رضيتش اقول لك بس احنا التشكيل الصح. بس انتوا خدتوا بادجي، انتوا خدتوا بادجي وانا خدت 4-3 مروان، هو عارف انا كسبتكم في مروان وانت خدت بادجي. طب خلاص 9-0. لا لا انتوا كنتوا صح. انا كنت عايز اقفل على اسماعيل حداد والراجل الثاني بديع اوك. انا فعايز احط هنا 2 ديفندرات جامدين وهنا 2 بس، وعايز اضمن النتيجه واعمل كونتر اتاك واكسب باي حد بقى. لقيت حسين الشحات عوض وعلي معلول المسافات اللي بيعملها دي اتعملت وخلاص. جالنا الاسبوع اللي فات وكان قلقان منها، قاعد يقول لي شريف موجود، شريف ده كابتن فين؟ محمد حشيش كان معانا من يومين، كان قلقان يعني ده حبيبي. لا لا لا, 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 لا يعني من مشاكستك يعني زي اللي عملتها المره اللي فاتت دي. اللي خلى حشيش عليا كده هاني قال له ايه رايك في بيقولوا شريف، رايك اللي بيقوله شريف كابتن كبير برضه كابتن، رايك اللي بيقوله شريف ايه ده حشيش؟ انت لازم تامن على اللي انا بقوله. لا كابتن طبعا شريف كبير. عندنا فتره من هنا ان شاء الله ليوم 27 باذن الله التاسعه اكون هنا. بس قول لي بقى موسيماني ازاي يستعد واحنا النهارده بنتفرج على الزمالك والرجاء، انت بتلعب في خيالك الاهلي واللي هيكسب فيهم النهارده. انا هروح منين وهكسب منين؟ يعني دي حقيقه. مش هدافع ازاي؟ خلاص انا الزمالك بالنسبه لي بقى بن شرقي واحمد سيد زيزو، والاثنين حتى عوروني في الماتش الاخراني اللي بيني وبينهم بصراحه يعني. هم اللي عورونا برضو، بن شرقي واحمد سيد زيزو، هم اللي بيلعبوا كورتين اللي بالعرضيات دي، الكرات العرضيه واللي ده كان عملوها في المغرب هناك او هنا، هم الشكل. وفي معاهم مصطفى محمد على شكل العرضيات ومستني، وراجل هيدرز ونفسيته مفتوحه. خلاص احنا عارفين المفاتيح معروفه، المفاتيح اكيد يعني. ساعات احنا كان زمان يقول لك انت هتعمل حساب لفلان وفلان وفلان، طب هم هيعملوا حساب بقى مصطفى عبده ازاي وخطيب وطاهر الشيخ وشريف طبعاً. ومختار عندهم مشاكل كبيره هم كمان يعني. فمش هنقدر نتغلب على كده غير بالاستحواذ. طول ما انت بتستحوذ في المباراه دي الكوره وبترهقه نفسيا وبتخليه اوت اوف بوزيشن واوت اوف جيم كمان، ويا سلام لما بترجم بقى كلام الهجوم ده بهدف، هتلاقيه هو غصب عنه ده فاينل هيحاول يحط زي ما حصل فيه الجون النهارده كده. ودي العلامات اللي احنا لازم نتفرج عليها، لما دخل فيه الجون هيعمل ايه؟ هيفتح خطوطه كلها، هيحاول يعوض. طب انت عندك من كم من السرعات انك انت تعملي كونتر اتاك او تعملي هجمه مرتده سريعه عليه، اسرع مثلا من الرجاء، ده المفروض يعني. فالحكايه بقت يعني مش عايز اقول لك مرهقه للجهاز الفني، بس بقى فيها تمنيات ان اللعيبه تعمل لهم اللي هم نفسهم فيه او اللي هم في الرؤيه اللي شايفينها. فده كله عشان كده انا برجع اقول اللاعب هو دلوقتي صاحب الفاينل. الراجل هيمرن، الراجل هيقول مين احسن ناس عنده، الراجل قرا الزمالك، الزمالك قرا الاهلي، خلاص لعيبه. تحضير يا كابتن مهم جدا يعني، زي ما انا بتفق معاك ان هو من الحاجات اللي عملها ان في تحضير كويس للمباراه، حتى مباراتين بتوع الوداد فكان في تحضير كويس للثوابت كمان. بالظبط للثوابت الحاجات الفاولات اللي على اليمين، ففي ناس عندها فكر كويس قوي من المدربين بينفذوا. فدي هتبقى الفتره من هنا يوم 27 هيبتدي بقى يطلع مخزون اللي عنده كله. دي بطوله وبطوله كبيره، مش في مجال ان شاء الله. ان شاء الله هنطلع لفاصل سريع جدا في البيت الكبير، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضرتك. اتفضل. رجعنا مع حضراتكم. الكابتن الكبير كابتن شريف، كنت بسألك وشفت ازاي طبعا محمد صلاح بيكسر ارقام يعني ما شاء الله على محمد يعني. تاتش وود عامل موسم كمان رائع جدا، لسه من اسبوعين اكتر من 100 هدف مع ليفربول على المستوى البريمير ليج.
امبارح بيكسر او بيعادل رقم ستيفان جيرارد طبعا 21 هدف في التشامبيونز ليج. شفت ده ازاي وتابعت كمان محمد صلاح خلال البريمير ليج في الفترات الاخيره ازاي؟ بص هقول لك على حاجه، محمد صلاح الحمد لله الله اكبر طول ما في بعيد عن اصابات وفي عدينا من الكورونا وعدينا من الشكل اللي هو كان خلاص بقى اللعيبه كلها من غير جماهير مظلومه يعني محمد صلاح من نوع كمان بيبقى فيه جماهير بيبقى بطلق اكتر واللعيبه كلها. محمد صلاح بيعشق فيرمينهو يعني عن انا عارف ان هو من اللعيبه اللي بيحبها، فبيبقى عنده حاله نفسيه لما بيبقى فيرمينهو جنبه في الملعب ما بيبقاش عنده قلق، بيبقى واثق في الوان تو، واثق في ازاي امتى هيديله الكوره، يمكن مع ماني بيجاملوا بعض علشان انا بشوفها مجامله. لا مش مجامله، بس هو مجامله يعني والتاني يعملها يعني مره، بس في كومبيتيشن كومبيتيشن فظيعه بينهم هما الاثنين. ده لمصلحه الفريق، بتبقى في مصلحه الفرقه اللي هو مصلحه يورجن كلوب بره، الاثنين بيلعبوا لليفربول ولنفسهم وللمدير الفني وللجماهير كلها. فلما يبقى عندك القوه الضاربه دي بالنسبه لاي فرقه مثلث رهيب زي ده وعنده نص ملعب متحرك جدا سريع جدا وبيخش عليه لعيب برتغالي زي جوز اللي هو جاب ثلاث اهداف والماتش اللي قبله هدف، الحاجات دي بتخلي محمد صلاح يبقى سوبر رانر في الملعب. وسلام لما يبقى متقدم بنفسيته بتبقى احسن، حتى بيعرف التايمنج بتاع الشوط، التايمنج بتاع الباص، التايمنج بتاع ازاي يحتفظ بالكره لنفسه وياخد بينالتي يعني عنده جميع المراحل اللي بتبقى في الملعب والسرعه بتاعته بتاهله لده هاني يعني مش صحيح مش لعيب مثلا وليد صدفه يعني مش تالنتد قوي زي زيدان. يعني زيدان في الملعب لازم يبقى كل الناس عامله له حاجه مظبوطه قوي، لان صلاح هو المبتكر، صلاح هو اللي بيشد الفرقه، صلاح هو اللي بقى عنده الثقه كمان وبيعمل اسيست كويس. خلينا نعترف ان هو مش مصري بقى، ان هذا اللاعب بقى عالمي، مصري عالمي انا مشيها كده، المصري عالمي يعني محمد صلاح يعني طبعا مش عايز اقول ايه بتاع مولي العرب وبتاع لا الراجل ده راح في سكه وراح مرحله كمان انا مش مصدق انه بقى عنده 28 سنه زي ما يكون الزمن سرقنا، احنا حاسين ان هو لسه عنده 23 24 سنه الله اكبر عليه يعني شاء الله. ربنا يوفقه باذن الله. والنني كمان النني عامل لي حلقه غريبه جدا الماتش اللي فات ولا باص غلط في ماتش اليونايتد شايف الملعب كله باص يمين باص شمال طلع اطراف عامل ديفندر كويس قوي، ابتدى يشوف الملعب، ابتدى في حاجات كانت بعيده عنه الظاهر من كتر الاشتراكات في تركيا ورجوعه تاني للارسنال والثقه بتاعت يعني مدربه طبعا لعيبة بيديك الثقه بيخليك طبعًا فوق الريح يعني أكيد. فكل ده في مصلحتنا احنا بس محمد صلاح خلينا نعترف انه وان اوف ذم يعني من احسن 3-4 في العالم بيلعب كوره لحد دلوقتي ده حقيقي ده حقيقي ومعاه ماني بصراحه يعني محترم جدا لعيب محترم قوي. كل اللي حضرتك بتقوله ده اكيد بيصب في مصلحه المنتخب في النهايه برضو زي ما حضرتك كنت بتتكلم قبل ما نعرض التقرير بس احنا عايزين نبقى ايه كلنا صلاح يعني ما يبقاش يعني كل مره فاهم معتمدين على صلاح يخلص لي المباراه يعني العين كلها، لان درجه صلاح لما هيتمسك ممكن يتخبط في الملاعب بره وحاجات دي والناس تبقى عارفاها لان الناس بتحبه كلها يعني حتى توكو هيبقى عايزين يجوا يتفرجوا عليه ويتصوروا معاه انما احنا عايزين كلاعيبه كمان نساعده يعني ما نبقاش احنا كلنا الاسلوب الاول والاخر هي سرعه محمد صلاح وانه يبعتها ويجيب لنا الجون الاول او الثاني. لا هو طول ما هو حاسس ان كوكا بيجيب جول وتريزيجيه بيجيب جول والنني بيجيب جول هو كمان هتلاقيه بيجيب اثنين وثلاثه واربعه يعني هتبقى موضوع الشاره وقاده الفريق ممكن تاثر على مستواه يا كابتن. الشاره راحت لمين؟ لا هو كان في كان في قبل كده كان في اقدميه يعني لا كان في اثير قبل كده ان الكابتن يعني الكابتن حسام البدري في اول ما تولى المسؤوليه قال ان انا هحدي الشاره لمحمد صلاح لكن الكلام ده ما كانش حصل ودلوقتي في كلام طب هو محمد صلاح بس دلوقتي بيتردد يعني لكن بيتردد لو حصل دلوقتي بقى لو حصل دلوقتي ممكن ده ياثر على مستوى محمد؟ ما اعتقد محمد في حته تانية دلوقتي لا يا موضوع الشاره دوت اعتقد صلاح في حته تانية خالص مش محمد صلاح جاي مش هيبص لها جاي حبا يعني للناس لبلده للي هو منهم صحيح يعني مهمة لو وطنية مهمة يعني بيجي عنده روح اقوى من روح ليفربول يعني هنا جيت بتلعبي فانيلة بلدك وكمان وعنده علاقه علاقة شكليا مع العالم المصري مع السلام الجمهوري مع لا ده هو حاجة تانية محمد صلاح ومن اللعيبة اللي هي يعني بتحترم الحكاية دي كويس قوي.
لا يعني بقيت احترمها وانا اعتقد محمد يعني في على فكره الشناوي ممكن يكون هو يعني كابتن منتخب يعني لو خدنا بالادميه اعتقد الشناوي لو لعب ان شاء الله في حجازي كمان احمد حجازي قبل قائد في الملعب بيظبط تاني يقول لك لما ابقى قاعد واحد شال مني الحكايه بالعكس ده بيديني فرصه ان انا اشوف شغلي يعني اشوف حالي اهم حاجه عارفين انه الاداء الفني طبعا هو اهم حاجه بس بس دي ممكن بتقولي تاثر على نفسيا يعني تاثر على اي حد مش قصدي برضو محمد صلاح بس مش عايزين ناثر على المنتخب خالص ولا اي تفرقه بين اي لاعب بتتكلم في وبعدين عندك مباراتين يعني مهمين يعني مع توجو بتتكلم في حاجه ان الدنيا تمشي طبيعيه يعني طبيعي ما انا عشان كده بقول لك يعني لو في حاله مثلا الشارع كابتن حسام البدري لحد الشارع صلاح طب ممكن ياثر جدا نفسيا على بعض اللعيبه اللي ليها اولويه مثلاً يعني ممكن احمد فتحي وقبل كده احمد فتحي كان في فاحنا مش عايزين نعمل يعني مشكله من غير مشكله وكلنا يعني. سالنا قلنا احنا كلنا ردينا قلنا الادميه الادميه طالما ماشيه الادميه يا كابتن يعني ما حدش قال فينا السوبر ستار هو اللي يبقى يعني طالما ماشيه بالادميه طب انت شايف الماتشين ازاي يا كابتن انا مشغول بالاختيارات مشغول بتابع 28 وبعدين هم مسهلين القصه بتاعتي والله صح انا بقول لك الحقيقه يعني انا ما بنامش زي اللعيبه زي الجماهير زي كل التاني بتكلمهم يا كابتن بتكلمهم تتواصل معاهم انا بروح العب في النادي يعني مرتين في الاسبوع او ثلاثه يعني بس بروح اتفرج عليهم ازاي بيتمرنوا بشوف موسيماني ده بيعمل ايه بتاع اي حد بشوف شناوي الاربع حراس مرمى جود لاك يعني بتبقى في عندنا لغه كده بينا دايما احنا كلاعيبه هم فاهمين انا عايز اقول لهم هم ما شاء الله يعني بنتمنى لهم التوفيق في كل حاجه فلو وقع في ايدك حد بتصير وتضحك ضروري يا كابتن الاجيال القديمه دي تتواصل مع اللعيبه بالذات في التوقيت ده ويعني تحمسها تقول لها النصايح اللي عدت وانتوا ده ضروري جدا حتى مش فرصه حتى لو هيتعمل يعني بميعاد بقصد بص لعيب الكوره ذكي جدا وانت قاعده من لعيبه كوره لعبوا ولو لعبنا مع بعض وكمان يمكن مش سمع صوتنا احنا الاثنين في الملعب احنا بنفهم بعض يعني انا عايز يديني معلومه انا عايز اديله معلومه في الملعب بتبقى بعينينا يعني فاللعيبه كلها حاسه انا عايز اطمنك سام لعيبه حاسه بكل اللي احنا عايزين نقوله يعني انا مش بنرق يعني مش بتكلم انا كلام مش هو مش عارفه لا هو عارفه بس ساعات انا بطمنه انا وهاني وحضرتك بتطمنيه تقولي له انت فردياتك وفنياتك وما اعرفش ايه اعلى بكتير وبعيد عن اي حد تاني ولازم اقول له كده ولما انا وانت وقعدنا انا وهاني قلنا لهم يا اولاد لما قلت لي تقول ايه لفرقتنا في المغرب يا اولاد روحوا وهجموا عليهم وكسبوا وهتكسبوا وترجعوا بالماتش صدقوني وناموا كويس ومفيش اي رهبه من اي حاجه خالص العبوا لعبكم العادي لعبوا لعبكم العادي دي يعني امكانيات فرديات اللعيبه بتاعتك التحركات بنسمع كويس قوي للمدير الفني اللي هو شايف من بره الخصم التاني شكله عامل ايه يمكن انا مش واخد بالي غير من الحته بتاعتي بس المدير الفني واخد باله من الحته كلها طبعا يعني كلنا تيم ورك يعني بنبقى فهو بيلمس معايا على معانا على كل حاجه ده واحد بيقول لي هي الخطه هي الطريقه ولا الطريقه حاجه والخطه حاجه قلت له لا في الخطه اللي هو بيقول لك احنا هنلعب 4 3 3 مثلا واسماء معينه الطريقه بقى اللي هو احنا دايما بنعتمد على الاطراف احنا دايما بنعتمد على السويتشات بتاعه اللعيبه والتبادليه اللي حصلت زي وليد سليمان في اول ثانيه بيجيب جون في ماتش اللي انت كنت بتتكلم طلع الجيش بتاع طلع الجيش ان هو حسن السنتر فيرود بادجي ده نزل هما الاثنين راحوا هو كهرباء للجون وعملوا سبيس لنفسهم فبقت في فرصه وسنحت فرصه وفي عقل وفي رسو وسحب الكوره وحطها بالجول كل ده لعيب كل ده نيرف كل دي روح وليد عايز يقول لموسيماني انا اهو انا لو كنت من وليد كنت لفيت له انا هنا عايز اكلمك بقول لك ايه انا فوتبولر وحطني في الصوره لان انا هنفعك شوف انا بقولها لك ازاي لغه جمهور لمدير فني كابتن شريف انت كنت موجود معانا قبل ماتش الوداد لما راحوا هناك المغرب وكابتن محمد حشيش ونبقى نعيدها ان شاء الله عشان يعني ايه تفاؤلا انا موافق تفاؤلا والله ممكن نعملها دي يا كابتن ان شاء الله في فرص طبعا كل نجوم مصر هيكونوا معاكم باذن الله لا اتفائلت بيكم الحقيقه ان شاء الله باذن الله احنا كمان عايزين انت التفاؤل كله بس عايزين ناكد على نقطه كابتن كمان نقطه مهمه جدا طبعا قبل ما نختم مع حضرتك نقطه مهمه ده دور علينا ان احنا بندي الثقه بندي ثقه للاعبتنا وجهازنا بس مش ثقه زايده
لان انت حضرتك عارف انت لعيب كوره لما بيكون في ثقه زايده في فرق بين الثقه شعر ما بين الثقه والغرور، فدي ده مهم جدا. الله عليك الكلمه انت بتقولها دي، انت عارف انا عايزها فين؟ في ال 18. تمام. لا انا بتكلم عارف يعني اللي هي عملها ايه؟ حسين شحاته. حسين الهدوء والثقه الزايده. الثقه الزايده هوقفها الكوره، عندي الامكانيات ان المها تاني، وعندي امكانيه ان احطها جول، وعندي امكانيه ان انا اهز الاوبوننت بتاعي الخصم. هي دي اللي انا بتمناها منك، اللي انت دايما تعمل عليها ستريس، انك انت عندك امكانيات انك تعدي، عندك امكانيات تعمل عرضيات، عندك انك تشوف، مش انا رايح وخايف يحسن تتقطع فتترد عليا مش هلعبها خالص. صحيح. ده انا الاتاكينج، ده انا اللي عايز اثنين ثلاثه يوقفوني. النهارده انا عجبني في الرجاء باك يمين بيقطع كره وبيعدي من الناحيه الشمال دي خالص، وبيجروا وراه بيحلقوا وراه عشان يجيبوه ثاني تايم. في سرعات. ما دي بقى النقطه الثانيه يا كابتن، يعني انا دي نقطه، النقطه الثانيه احنا عايزين نشجع، لكن يعني في حاجه اسمها اوفر موتيفيت. موتيفيت لا، لما اللعيب بيبقى دي بتنشنه اكتر، وانا طبعا. يعني انا كنت لعيب عارف لما انت بتحفز بتحفز بتحفز، مباراه مهمه، مباراه كبيره، مباراه بطوله، لكن بندي الثقه مش ثقه زياده قوي، وندي دافع وحوافز، لكن الحوافز لما بتزيد شويه اللود يعني اللود بيبقى على اللعيب. كل ده بيتلغي لما انا امسك الكوره ولا اتنين تلاتة من التيشيرت الاحمر دي الثقة اللي مستنيانا، اتنين تلاتة بيتحركوا سويتشات الناحية التانية، ما عنديش فرصة بقى، يعني ما عنديش حاجة انها تهزني، عندي يختار ده يختار ده يختار، فاللعيبة هي اللي بتساعد بعض. صحيح. والسرعات في الملعب والفيتيكال فيتنس بتاعهم دي تجهيز البدني بقى والاستشفاء والحاجات دي، جهاز فني شغلة تانية خالص. فاهم يعني بقى لما بوصل للماتش وانا سليم انا بقى ربنا يوفقني، توفيق ربنا، توفيق ربنا يعني. هي كرة القدم في الأول وفي الآخر توفيق، بنتمنى ربنا إن شاء الله إن هي تكون هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي باذن الله. لكم هنا باذن ايه؟ الله ان شاء الله، ان شاء الله يا رب هنا المكسب عندنا يا رب، وبطوله زي دي هيبقى يوم باذن الله جميل. باذن الله شرفتنا يا كابتن، نورتنا يا كابتن، دايما مبسوط انا معاكم، واحنا كمان فعلا بنبقى سعداء بوجود حضرتك دايما معانا. ربنا يخليك. بنشكركم مشاهدينا في كل مكان، بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1. صباح الخير.